مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج من مصر. النهارده في الحقيقه عندنا موضوعات كثيره، ولكن خلونا نبدا بالموضوع الابرز، هو القمه العربيه اللي هتستضيفها جده. النهارده وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى المملكه العربيه السعوديه للمشاركه في الدوره ال 32 لمجلس جامعه الدول العربيه اللي هتعقد في جده. من المنتظر ان يلقي الرئيس السيسي غدا كلمه مهمه تتناول موقف مصر الداعم للحلول السياسية للأزمات اللي بتعاني منها المنطقة. كمان ستتضمن هذه الكلمة أو كلمة الرئيس سبل توحيد الصف العربي في ظل الظروف الدولية والإقليمية الشائكة. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن للمشاركة في فعاليات القمة العربية 32 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ولدى وصول سيادته كان في استقباله كبار رجال الدولة في المملكة العربية السعودية. والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية. وتسعى القمة العربية 32 المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لدعم التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل التحديات القائمة والمتعددة على المستويين الدولي والإقليمي. وتأتي مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة. ملفات كتيرة في الحياة وفي غاية الأهمية، من المنتظر أن يتم مناقشتها في القمة بكرة أو الجمعة. ملف عودة سوريا للجامعة العربية، القضية الفلسطينية، التوتر القائم في قطاع غزة، كل الانتهاكات اللي بيرفضها القانون الدولي. هتبدأ جلسات القمة بجلسة تشاورية مغلقة لمدة ساعة ونص للقادة، بيتم خلالها تسليم رئاسة القمة من الجزائر للمملكة العربية السعودية. بعدها جلسة عمل أولى علنية يتم من خلالها كلمة لرئيس القمة، ثم كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية، بعدها يتحدث القادة العرب حسب أولوية الطلب، على أن تتم جلسة ختامية علنية نهاية اليوم بيصدر خلالها إعلان جدة. تنطلق غدا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الدورة 32 للقمة العربية العادية تحت عنوان قمة التجديد والتغيير، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، ويترأس وفد جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المنتظر أن تناقش القمة ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية والقضية الفلسطينية والتوتر القائم في قطاع غزة وجميع الانتهاكات التي يرفضها القانون الدولي. وتبدأ جلسات القمة بجلسة تشاورية مغلقة لمدة ساعة ونصف للقادة، يتم خلالها تسليم رئاسة القمة من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية، تعقبها جلسة عمل أولى علنية يتم من خلالها كلمة لرئيس القمة، ثم كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية، وبعدها يتحدث القادة العرب حسب أولوية الطلب، على أن تتم جلسة ختامية علنية نهاية اليوم يصدر خلالها إعلان جدة. وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية،
خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي. وتعقد الدورة 32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاهية للدول والشعوب العربية، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر. من مصر، محمد الجباس. على هامش القمة بيتواجد الآن العزيز عمرو خليل في جدة، هنعرف منه أهم الملفات، القضايا المطروحة على طاولة المناقشات، كمان هيكون معاه عدد من الحوارات واللقاءات هناك. عمرو، أنا برحب بيك وإليك الكلمة، تفضل. تحياتي ليك يا ندى، مساء الخير، برحب بيك وبرحب بالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا مع حضراتكم. عمرو خليل من جدة، حيث انعقاد القمة العربية الـ32، قمة عربية مهمة جدا الحقيقة. هناك الكثير والكثير من الأمال والأماني والتطلعات أن القمة اللي هيجتمع فيها القادة العرب، الملوك والأمراء والرؤساء وممثلي الحكومات العربية، هيجتمعوا غدا إن شاء الله الجمعة في جدة. الكل يتوقع إن شاء الله بأنها تكون قمة ناجحة. الحقيقة من وقت ما وصلنا من الأمس وحتى اليوم وإحنا في المركز الصحفي مع حضراتكم، مختلف وسائل الإعلام العربية وحتى غير العربية، الكل بيتابع، الكل بيراقب، الكل بيتحدث عن الأجواء، الكل بينتظر بشغف ما هي القضايا التي ستناقش غدا، خصوصا في ظل يعني مفاجآت كثيرة أو أمور يعني لم تكن أو لم يكن أحد يتخيل أن يشهدها في القمة هذه المرة، كعودة سوريا مرة أخرى وأن يكون المقعد السوري في اجتماعات القمة العربية ممثلا بالرئيس السوري بشار الأسد بعد حوالي 12 سنة كاملة من خلو المقعد السوري، كان شاغرا منذ قمة سرت عام 2010 آخر قمة حضر فيها الرئيس السوري بشار الأسد، ومن بعدها كانت هناك القطيع أو الغياب أو الخلافات. الآن سوريا عادت مرة أخرى، هناك الكثير من الأجواء الإيجابية، البعض في القمة وفي المؤتمر الصحفي وممن التقينا بهم في هذه الفعاليات بيؤكد أن هذه القمة ستكون قمة تصفير الأزمات العربية. هذه القمة إن شاء الله ستكون أولى الخطوات الجادة التي ستصل في النهاية إلى الانتهاء من الأزمات العربية قدر الإمكان. هناك الكثير من القضايا التي بدأت تحل اليوم في جدة، الأزمة السورية ووجود الرئيس السوري بشار الأسد في جدة اليوم ووصوله لجدة اليوم للمشاركة في القمة العربية، خطوة لم يكن يتوقعها أحد قبل شهور. أيضا أشياء كثيرة تتعلق بالأزمة اليمنية، تتعلق بالعلاقات العربية الإيرانية التي تشهد تحسن كبير جدا خلال الشهور القليلة الماضية، شهرين تقريبا منذ بدء التفاهمات السعودية الإيرانية بوساطة وضمانة صينية وفتح السفارتين الإيرانية والسفارة السعودية، خطوات كثيرة لها مردود على الوضع الداخلي في اليمن، على الوضع الداخلي في العراق، على الوضع الداخلي في عدد من دول الخليج، في لبنان وجود رئيس الحكومة اللبنانية السيد نجيب ميقاتي، أمور كثيرة الحقيقة الكل بيترقب وينتظر هذه القمة ويراها بأنها خطوة إن شاء الله ستكون مهمة على طريق العنوان الكبير الذي وضع في القمة إن شاء الله بأنها ستكون قمة تصفير الأزمات العربية. لعل هناك شواغل أخرى كالأزمة السودانية الذي دخلت على الخط من شهر تقريبا، وهناك جهود مصرية كبيرة بتبذل، كان بالأمس هناك اجتماع للوساطة الرباعية العربية التي تقوم بدور ومصر في القلب منها في ضرورة عدم تدويل الأمر السوداني وأن تكون الأزمة السودانية أزمة داخلية تحل من الداخل العربي. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول الواصلين ظهر اليوم
إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ32 الأجندة المصرية، سواء في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في جدة مع أشقائه الملوك والأمراء والرؤساء العرب ورؤساء الحكومات العربية. أكيد هي أجندة مليئة باللقاءات، مليئة بالموضوعات التي مصر هي طرف أصيل فيها. كان لي لقاء هنزيعه على حضراتكم بعد قليل مع السفير أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، وكان متواجد معنا في جدة من دقائق قليلة جدا، ويعني ذكر لي بأن الدولة المصرية وخطاب الرئيس السيسي غدا سيركز على مجموعة من الركائز. لعل من أهم هذه الركائز التي ذكرها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لنا الحفاظ على الدولة الوطنية وتماسك الدولة الوطنية وتنقية الأجواء العربية خصوصا في ظل هذه الأزمات التي نعيشها في المنطقة، سواء الأزمات السياسية أو حتى الأزمات الاقتصادية التي فرضت على الشعوب العربية كالأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على كثير من الدول والشعوب العربية. هناك الكثير من النقاط التي سيناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أشقائي العرب، سواء اليوم مساء اليوم أو باكر إن شاء الله في خلال فعاليات القمة العربية. أود أولا أن نتابع يعني في مستهل هذا الاستوديو من جدة، استوديو من مصر من جدة، أن نتوقف أولا مع هذا الحوار الذي كنت قد أجريته منذ قليل مع السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. نستمع إلى هذا الحوار ثم نعود مرة أخرى مع حضرتك. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جدة، يسعدني أن يكون معي سعادة السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. سعادة السفير مساء الخير وحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمرو والسادة المشاهدين. مشرف لينا وجود حضرتك معانا الحقيقة، واسمح لي أن أبدأ بهذه الملاحظة اللي لم تكن ملاحظة شخصية لي ولكن للكل، حتى القنوات العربية صدرت لحظة وصول السيد الرئيس ظهر اليوم إلى جدة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول القادة الحاضرين إلى هذه القمة. لعل هذه إشارة فقط بأن هناك بالفعل حرص مصري شديد مش بس على الحضور ولكن لإنجاح أهداف هذه القمة. إلى أي مدى يعني هذه الرؤية قد تكون موفقة يعني؟ لا بالتأكيد هي رؤية موفقة ومقدمة موفقة جدا وملاحظة يعني لها دلالات ولها انعكاسات. بالتأكيد مصر دائما حريصة كل الحرص بكل الصدق والإخلاص على دعم العمل العربي المشترك، ليس كشعارات ولكن كأفعال حقيقية تؤدي لتحقيق مصالح جميع الشعوب العربية. نحن نعتبر أن هناك يعني وحدة حقيقية واشتراك يعني تمليه حقائق الجغرافيا والتاريخ والتشابك الحضاري والتاريخي والثقافي بين مصر والدول العربية، الاقتصادي التنموي، هناك الكثير بين الدول العربية دائما ليضيفوا إلى بعضهم البعض، هناك الكثير بين الشعوب العربية يتكملون فيه ويضيفون لبعضهم في تفاعلاتهم على مدار القرون والسابقة والقادمة إن شاء الله. فمصر حريصة دائما على دعم العمل العربي، لا تتأخر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتأخر أبدا عن تلبية نداء العربي لحل الأزمات والمشاكل والمساهمة في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى حياة أفضل للشعوب العربية. توصف هذه القمة بأنها ستكون إن شاء الله قمة تصفير الأزمات العربية وهذا هو هدف مصري تسعى الرئاسة المصرية من أجل تحقيقه على مدى سنوات طويلة. برأي حضرتك إلى أي مدى هذا سيكون حاضر في كلمة الرئيس السيسي غدا إن شاء الله أمام القمة وأيضا في اللقاءات التي يجريها الرئيس هنا؟ شوف حضرتك بالتأكيد يعني تصفير المشاكل هو الهدف النهائي والأمل الأعلى والأسمى الذي يسعى إليه السيد الرئيس وتسعى إليه مصر والدول العربية جميعا، الجميع يتمنى أن يتم تصفية المشاكل، ولكن يعني وبواقعية المشاكل والأزمات التي تراكمت على مدار عقود وربما أجيال كاملة يمكن يعني من الأكثر ملائمة أن يتم أن يكون الهدف هو الدفع القوي والتقدم خطوات سريعة ومحددة وعملية في طريق
تسوية هذه الأزمات وحلحلتها وتحقيق تقدم بها وصولا إلى هدف وحلم تصفير الأزمات والمشاكل. السيد الرئيس خلال هذه القمة إن شاء الله مصر عندها جدول يتضمن دفع عدد من الأفكار والمحاور والقضايا المهمة جدا، سيتم ذلك من خلال كلمة السيد الرئيس، سيتم ذلك من خلال المداولات والمشاورات والنقاشات التي ستتم بين السيد الرئيس وبين السادة رؤساء الدول والحكومات العربية والملوك والأمراء. أهم هذه المحاور هي يعني ضرورة تكثيف الجهد العربي نحو تحقيق وحدة صف حقيقية. وحدة الصف لا تعني التطابق في كل شيء، وحدة الصف تسمح بوجود اختلافات في الرؤى، زوايا متعددة ومختلفة للتعامل مع كل شيء. وحدة الصف تعني أن لدينا نفس الهدف وأن لدينا نفس الإخلاص وأننا نستطيع أن نكمل بعضنا البعض لتحقيق أهداف مشتركة. أهداف المشتركة واضحة وحقيقية. الأزمات العربية سيتم التطرق إليها بالتأكيد، الأزمة في السودان أزمة يعني تسبب يعني ألم وحزن شديد للشعب المصري خاصة ولجميع الشعوب العربية أعتقد وبالتأكيد، ولكن للشعب المصري في ضوء العلاقات التاريخية والتشابك الوثيق اللي بينه وبين الشعب السوداني الشقيق، أزمة السودانية أزمة على يعني رأس الأولويات المصرية في هذه القمة. القضية الفلسطينية كانت وستظل دائما إلى أن تحل بإذن الله حل عادل وشامل يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية. ستكون أيضا من أهم محاور كلمة السيد الرئيس دور مصر في تحقيق التهدئة وفي بين الجانب حركة الجهاد وإسرائيل والذي حدث الفترة الأخيرة للأسف وكان مؤسفا وتدخلت فيه مصر على جميع المستويات ونجحت في تحقيق وقف إطلاق نار وحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق. فالأزمات العربية حاضرة ومصر تعمل مع جميع الدول العربية ومع الدول العربية الشقيقة وذات التأثير والفاعلة على إيجاد حلول لها. مصر كانت دافعة بقوة خلال الأسابيع والشهور الماضية من أجل إعادة سوريا مرة أخرى أن يكون ممثلا بالرئاسة السورية وممثلا بسوريا مرة أخرى في الجمعية العربية بعد أكثر من 12 عام من الانقطاع. إلى أي مدى سيكون هذا حاضر؟ هل سيكون هناك لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد؟ هل هناك أي خطوات حتى تنسيقية ما بين مصر وباقي القادة العرب من أجل تسريع عودة سوريا؟ يعني أبدأ بالجزء الأخير، جاري حتى الآن مازال يعني أنت تعلم أنه في بين الأشقاء يتم ممكن ترتيب الأمور في أي وقت، وحتى الآن لا يوجد شيء للإعلان عنه، ولكن سوريا عادت للجامعة العربية. هذا القرار اتخذ بالتوافق بين جميع الدول العربية. صح. الدول العربية داعمة ومؤيدة وعلى يعني ومن بينهم ولن أقول على رأسهم، ولكن مصر داعمة ومؤيدة وبكل قوة للشعب السوري لحقه في استعادة الاستقرار في استعادة الأمن في أن يمارس حقه المشروع في التطلع نحو مستقبل أفضل في إنهاء حالة التوتر السياسي والاضطراب السياسي الشديدة التي مر بها خلال السنوات العشر الماضية أو أكثر 12 سنة. موقف مصر من هذا الأمر هو أن احنا أننا نتطلع إلى أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية في دفع المسار السياسي ومسار التسوية السلمية للأزمة السورية بأقصى قوة، بحيث يأخذ تكون هذه العودة هي يعني حافز لجميع الأطراف، للدولة السورية، لجميع الأطراف ذات الصلة على دفع المسار التسوية السياسية في استنادا لقرار مجلس الأمن 2254. وهذا هو الهدف الأسمى لمصر. يعني مصر بترى كمعظم دول العربية بأن هذه الخطوة وعودة سوريا هي بداية لتحقيق المزيد من الاستقرار والتوافق على الأرض السورية. بالتأكيد، وأضيف للحضرتك قلته وهو سليم تماما، بداية أيضا لدور فاعل للجامعة العربية وللدول العربية. هناك الآن سوريا عضو من طبعا. جديد في جامعة الدول العربية. والجامعة الدول العربية لها أن تمارس مساعيها الحميدة ودور مؤثر وفاعل لتسوية الأزمة السورية وإنجاحها. هل لو سوريا مثلا طلبت غدا مساعدة الدول العربية في إعادة الإعمار بعد الحرب وبعد الزلزال الأخير، إلى أي مدى ستكون مصر داعمة لهذا المطلب السوري؟ بالتأكيد مصر داعمة لهذا المطلب ولغيره من مطالب إعادة الإعمار، ولكن كما يعني السيد الرئيس دائما
يقول ويعبر عن موقف واضح للدولة المصرية، وهو أنه ليس مهما من يقوم بإعادة الإعمار، بل المهم أن تتم إعادة إعمار الدول العربية التي مزقتها الأزمات وعانت شعوبها من الأزمات. أي دولة عربية وأي دولة أفريقية وأي دولة من الدول الشقيقة والصديقة في العالم كله، مصر لها علاقات طيبة مع الجميع، ومصر مستعدة للإسهام سياسيا اقتصاديا تنمويا من خلال وضع خبراتها ما تمتلك من خبرات من قدرات دائما يعني تحت تصرف الدول الصديقة والشقيقة لتحقيق تطلعات شعوبها وتحقيق التنمية. علمنا أن هناك بند سيكون دائم في أو على بيان القمة العربية بخصوص تأييد الدول العربية للحق المصري والسوداني في مياه النيل ورفض التصرفات الأحادية الجانب من الطرف الإثيوبي. إلى أي مدى هذا الأمر؟ هناك بند دائم بالفعل على جامعة الدول المجلس الوزاري للجامعة العربية، فهذا موجود بالفعل وقائم وموقفنا في هذا الشأن معروف. وزي ما حضرتك قلت، هو ببساطة شديدة مصر تدافع عن حقها في الحياة وفي المياه، وهذا يعني أمر لا تفريط له كما تم التعبير عن ذلك كثيرا سواء من قبل السيد الرئيس أو من قبل مؤسسات الدولة المصرية، وفي نفس الوقت تحترم حقوق الشعوب الأخرى بما فيها الشعب الإثيوبي في تحقيق التنمية، ونصبو فقط ونعمل من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. العلاقات المصرية السعودية، وده سؤال الأخير لحضرتك، أكيد سيكون هناك جانب مهم في هذه الزيارة وحضور الرئيس لقمة جدة بخصوص العلاقات المصرية السعودية. العلاقات المصرية السعودية دائما هي علاقات صلبة ومتينة، وترتكز مصر والسعودية هما دائما دعامتان أساسيتان أو ومن أهم دعائم العمل العربي. يعني عندما تريد أن تتحدث عن قدرة عربية، عن إنجاز عربي، عن فعل عربي، يأتي إلى الذهن ويحضر إلى الذهن دائما مصر والسعودية. مصر والسعودية دائما في الرباط شعبيهما قيادتيهما، ودائما التعاون بينهما والتنسيق قائم على أعلى مستوى. سعادة السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، شكرا جزيلا لوقت حضرتك. متشكر جدا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عبد. شكرا. برحب بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ويسعدني أن يكون معنا الدكتور عيسى العميري، مستشار وزير الإعلام الكويتي والمحلل السياسي والكاتب السياسي. دكتور عيسى مساء الخير، أهلا بكم. مساء الخير أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك. الشرف لي أن يكون ضيف عبر السي بي سي، والشكر موصول لكم على الاستضافة. شكرا جزيلا لوقت حضرتك. دكتور عيسى، أولا حابب أعرف الأجواء، يعني حتى الآن اليوم يكاد يكون شبه اكتمل وصول القادة والزعماء والملوك والأمراء العرب المشاركين في القمة، كيف ترى الأجواء استعدادا لباكر إن شاء الله؟ نعم، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ننطلق من الآية الكريمة تقول وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة، صدق الله العظيم. اليوم مثل ما أسلفت أن القمة اكتملت قبل أن تعقد في 19 مايو، وأن دل على رأب الصدع والعودة إلى العلاقات العربية ذات الطابع الأصيل المؤصل. اليوم يعني رأينا المملكة العربية السعودية بقيادة الملك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وكذلك الشعب على الاستضافة وعلى حسن الاستقبال وعلى الأوضاع الإيجابية، تعطي مؤشر بأن أستاذ عمرو أن نجحت القمة قبل لا تبدأ، فبالتالي مؤشر إيجابي ومؤشر في الطريق السليم، وبالتالي لها عدة قضايا مفترض أن تتطرق لها، منها طبعا القضية الفلسطينية تعتبر قضية الأم والقضية الأزلية، وكذلك المصالح الفلسطينية الداخلية. وبالتالي رأينا كذلك يعني عودة العلاقات المملكة العربية السعودية مع إيران وحل كثير من الملفات العالقة، ونشكر فيها طبعا الدور الكبير السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في تغريب وجهات النظر وفي رأب الصدع بين الدول العربية والخليجية وكذلك الأفريقية. ولا ننسى كذلك عندنا يعني عودة الجمهورية العربية السورية إلى الحضن العربي الذي قاب مقعدها من 12 عام، وأن دل على يعني
الحرب الداخلية الدائرة بينها وأثرت على كثير من الأمور، وبالتالي اليوم كأن الطفل رجع إلى والدته اللي هو الحضن العربي السوري، فبالتالي هذا مؤشر إيجابي ويعطينا مؤشر في الطريق السليم. ولا ننسى من القضايا المحورية الدائمة قضية الإرهاب أستاذ عمرو الذي عصفت في كثير من البلدان، منها العربية، منها مصر، ودور في سيناء تضررت كثيرا، منها الدول العربية، وصلت حتى إلى الدول الخليجية كمنبع للإرهاب للأسف، والكويت تضررت كثيرا، والمملكة العربية السعودية والخليج، ومصر كذلك تضررت. فبالتالي يجب يعني منع يعني اجتذاذ جذور الإرهاب ومنع ينابيعها في الكامل التي تغذيه عبر المال، عبر الأسلحة، والعودة إلى الحضن العربي والمعايشة السلام والوئام والوحدة العربية. لو رأينا كذلك من القضايا المشكورة جمهورية مصر العربية قضية الفرقاء المتخاصمين في الجمهورية السودانية، للأسف من 20 رمضان يعني إلى تم توقيع اتفاق مؤخرا لوقف الاقتتال بين يعني جمهوري بين الجيش، وبالتالي ما زال القتال مستمر حتى مستمر يعني فيها. نعم مثل ما تفضلت، ولكن ان شاء الله على قدم وساق، بان يعني يقول لنا الاستاذ الكريم عمرو في دويلات داعمه للوضع، في دويلات تحاول ان تؤزم يعني الشرخ العربي، محاوله منها يعني محاوله منها بعدم يعني المصالحة العربية، وأن دلت اليوم أنا أشوف المصالحة تجاوزت 90% يعني تقريبا من أهم القضايا العالقة. وكذلك لا ننسى يعني الفراغ الرئاسي في لبنان لا يلعب دور كبير وأثر على الأزمة اللبنانية. اليوم كذلك يعني التكامل الاقتصادي، احنا محتاجين تكامل اقتصادي وماشي في الطريق السليم، فبالتالي في قضايا عالقة، قضايا جوهرية، الله الحمد أن نجحت القمة قبل لا تعقد، وبالتالي ماشين في الطريق السليم، إلا بعض الأمور يعني أو محاولة من الدويلات عرقلت هذه لمصالحها الشخصية، يعني طالت أكبر أزمة ممكنة. لا تنسى بعد أستاذ الكريم أزمة كورونا عصفت بالدول يعني كاقتصاديا كسياسيا وإليك يعني كثير من الأمور، ولكن الحمد لله يعني نعول على هذه القمة ونجحت، والكل الشارع العربي اليوم مفتخر بهذه القمة، يعني برزت وبرهنت على الساحة. لا ننسى يعني الوحدة اليمنية، اليوم اليمن المتخاصمين في الطريق السليم نحو المصالحة، لا ننسى العراق وجاء إلى الدور، لا ننسى دور لبنان، لا ننسى دور سوريا، فهذه ملفات كبيرة وعالقة وتشكر عليها المملكة العربية السعودية، وكذلك يشكر عليها السيد عبد الفتاح السيسي، لأن يعني في صعاب كثيرة ولكن بذل جهود كثيرة من ناحية رأب الصدع، من ناحية قضاء الإرهاب، من ناحية الاختيار يعني في الدولة والمحافظة على الدولة، لأن العشق المصري أو العمود، مصر تعتبر الجمهورية العربية المصرية العمود الفقري للدول الخليجية والعربية والعالم أجمع إن صح التعبير، لها دور كبير ولها يعني حنكة ولها دبلوماسية ولها باع في طويل في القضايا العالقة. طيب هل تتوقع دكتور عيسى أن التطورات الأخيرة يعني فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في المنطقة كانت دائما بند أساسي من بنود القمة العربية وجزء أصيل في بياناتها وقف هذه التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية وخصوصا الخليج، هل ترى أن هذا العام وهذه القمة الأمور قد تغيرت بعض الشيء بالتقارب الإيراني السعودي الأخير؟ هو مثل ما يعني أسلفت أستاذ عمرو أن في مارس الماضي وقع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية الإسلامية بوساطة صينية، مظبوط، وأن دل على أن خلاص يعني الأمور السلبية نحولها إلى أمور إيجابية. نعم في جزر إماراتية ثلاثة محتلة، نعم في قضية يعني في إيران دعمها الجهاد الإسلامي تبع فلسطين، نعم في مساعدة الحوثيين في اليمن، نعم في التدخلات العراقية في إيران، غياب الرئاسي في لبنان، في سوريا ميليشيات، ولكن ضمن اتفاقية اليوم الصين هي الذي قام بالوسيط بين الدولتين، وبالتالي في بنود اتفاقية وقعت عليها لم نراها، ولكن هي في الطريق السليم بمعنى كل الملفات العالقة
يجب أن تقف. اليوم رأينا مؤشر إيجابي في لبنان بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم رأينا مؤشر إيجابي بوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة إلى المملكة العربية السعودية. رأينا مؤشر إيجابي بالنسبة للمصالحة اليمنية لأن في طريقة ماشية في الطريق السليم. في مؤشر إيجابي من إيران، وكل يعلم بأنه لو تكلمنا أساس المشاكل في المنطقة الجمهورية العربية الإسلامية إيران، ولكن حتى وصلنا إلى الكويت يعني في تدخلات سافرة سواء في البرلمان أو في الأحزاب أو في أمور كثيرة. ولكن اليوم على مرأة الجد، اليوم أمام متعهد دولي نافذ الصين، فبالتالي مراقب أي كلمة أي حسابات أي تمويل لمصادر الإرهاب أي تمويل مصادر عسكرية لأطراف أخرى، فبالتالي مراقب من الدول. اليوم غياب الدور الأمريكي، اليوم المملكة العربية السعودية لها دور كبير ولها حنكة بأن لا تتطلع إلى الدور الأمريكي. اليوم الدور الأمريكي يعني ليس من صالح أن تكون العلاقات العربية العربية، تحاول بعض الدول أن تعرقل هذه الصفات عبر التمويل عبر زراعة أشخاص، ولكن إن شاء الله بقيادة المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والدول العربية قادرين. اليوم ما عندنا مشاكل تذكر إلا على أرض الواقع. لا ننسى أستاذ عمر الأزمة الليبية طبعا. في طريق إن شاء الله المصالحة ونرى شيء ملموس، لأن مثل ما يعني رأينا إيران لها تدخلاتها في المنطقة فأثرت كثير. اليوم نبرهن على الواقع بأننا نحن جديين وإيجابيين، محتاجين إلى مزيد من الإيجابية، وقاعد نراها في القريب العاجل يدا بيد لننهض إلى الدول العربية. اليوم عندنا مقومات عربية ممتازة، عندنا اقتصاد ممتاز، عندنا يعني عقول مفكرة مثل العقول السعودية، العقول الخليجية، العقول المصرية، فننهض في بلادنا. اليوم نحن من نصنع القرار أستاذ عمرو، يمكن قد تشاركني الرأي. اليوم نحن نصنع القرار وليس أحد يملي علينا. صحيح. أنا ما أقدر أملي عليك، الولايات المتحدة أملي على مصر. كان واضح في القمة العربية الأمريكية في جدة العام الماضي، وكان واضح في القمة العربية الصينية أيضا من شهور في الرياض. من الواضح أن هناك رأي عربي، لا أقول واحد، ولكن يعني قد يكون متقارب في وجهات النظر مع القوى الكبرى. ولكن هناك 32 مشروع قرار، ولعله من حسن الطالع 32 مشروع قرار في القمة العربية الـ 32. برأيك ما هو مشروع القرار أو القرار الذي تتوقع أن أو تتمنى أن يصدره ويتبنى القادة العرب إن شاء الله في قمتهم بكرة؟ والله أنا يعني القرارات كثيرة، القضية الفلسطينية مش مختلفين عليها كل قمة، طبعا إرجاع سوريا وهذا تم قراره في الواقع، الفراغ الرئاسي اللبناني في تحرك، الأزمة الليبية في الطريق السليم، الأزمة اليمنية في الطريق الموازي له، الأمور تبرورت على أرض الواقع، ولكن محتاجين من قرارات أكثر توحدنا أكثر، وجهات نظرنا أكثر، التقارب أكثر، التكامل الاقتصادي أكثر، مساعدة الدول أكثر. يعني اليوم أمام مشروع إعمار سوريا، إعمار لبنان، فبالتالي أمور كثيرة معلقة، ولكن اليوم استبشرنا خير ومتفائلين خير. اليوم القمة العربية ليس كسابقاتها، ليس كمثيلاتها، ليس كالشرق السابق الموجود. اليوم ربما ده مصدر تساؤل للمواطن العربي من المحيط إلى الخليج، يعني ما هو الفرق بين هذه القمة 32 وما سبقها وما سبقها من قمم عربية خلال عقود طويلة؟ يعني نعم، يعني الأشهر السابقة كانت القمة في الجزائر لم نرى يعني ترى النور مثل ما رأينا النور في القمة السعودية. اليوم التقارب السعودي الإيراني ممتاز في الطريق السليم، ورأينا خطوات على أرض الواقع. مزبوط. اليوم التقارب اليمني ممتاز. صحيح. يعني الأزمة أثرت على كثير من الدول. اليوم رأينا التقارب الخليجي وفتح الطيران مفترض من 25 القادم بين الدول الخليجية، بين مثلا قطر والبحرين، بين قطر والإمارات. بعد سنوات كانت من المقاطعة فتح الدبلوماسية طبعا. فالجزء الخليجي ممتاز. الجزء العربي اكتمل، الصراع الليبي في الطريق سليم، الصراع السوداني اليوم في وقف للنار، ولكن يعني أقلية لا تذكر. هل يمكن دكتور عيسى أن نتوقع أنه ربما على القمة القادمة إن شاء الله الثلاثة والثلاثين يكون بقرارات القمة الحالية قد نجحت في تصفير الأزمات العربية؟ هل نتوقع هذا في بحر عام من الزمن؟ والله أنا أستاذ عمرو أنا متفائل بأن هذه القمة تقريبا وصلت إلى نصابها،
بمعنى أصح لا يوجد لدينا إلا أقلية قليلة في القمم القادمة. ولكن اليوم القمة تقريبا أثلجت الصدر، حطت النقاط على الحروف، ما في يعني ما في صدام، ولكن في وئام ووحدة عربية، ما في أي اختلاف، أي اختلاف إحنا موجودين في. كذلك من الأطراف الأخرى متعهد دولي ملتزم أمام كلامه وكيانه، مقابل يعني عدم مكوث الوعود الأخرى، في مواثيق مقطعه، وبالتالي الدولة محاسبة على المواثيق وليس أن تخل بهذه المواثيق. اليوم نرى بأن فعلا القمة الخليجية ما كانت يعني القمة الخليجية كانت في مشكلة في الصراع، واليوم اكتمل النصاب السليم الإيجابي للدول العربية كذلك. ولكن اليوم نحن يعني أنا بوصل رسالة أن نحن من نصنع القرار، ما يملى علينا. الدول العربية لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي أن يفرض على يعني أن يفرض على المملكة العربية السعودية أو مصر بأن تكون مع كذا وكذا. لا، إحنا من نصنع قرار، إحنا من نملي علينا. هذا يقودني في موضوع بأن الكويت نفذت في عقوبة إعدام في دولة الكويت ضد أشخاص يعني مدانين إعداما، فقام الاتحاد الأوروبي وتدخل للأسف، سافر في الكويت بأن لا نستطيع أن نعطيكم الفيزا الشنغن لأن أنتم قمتوا بإعدام هذه الأشخاص. فما أحد يملي علينا، إحنا من نصنع القرار، إحنا قوة اقتصادية، قوة عربية ذات موائمة، ذات اتحاد عربي، ذات جامعة عربية. أستاذ عمرو، يمكن الجامعة العربية تعتبر أقدم من الأمم المتحدة لأن أنشئت في مارس 1945، الأمم المتحدة أنشئت بعدها بسبع شهور، في أكتوبر 45. فبالتالي نحن أقدم من الأمم المتحدة، نحن من يحافظ على حقوق الإنسان ولا يبني علينا، نحن من نحب السلام ولا نحب الحروب، نحن شعب انشئنا على التعارف والتقارب، وعندنا ميزة والله الحمد، مسلمين محبين موحدين، علاقتنا واحدة، لغتنا واحدة، ثقافتنا واحدة، ليس كالدول الاتحاد الأوروبي تجمعهم ثقافة أو ديانة مختلفة أو شعوب. ونأمل أن نكون بالتكامل الاقتصادي على قرار الاتحاد الأوروبي كعملة واحدة، كجمرك واحد، كبلد واحد، كطيران واحد، كسلاح واحد. فهذه احنا امام تحديات، ونامل ونتطور بان تكون ان شاء الله في الطريق السليم باذن الله، ونقطع الشك على اليقين من يحاول ان يعرقل هذه الصفوف، ونكون حصن الحصين للدول الخليجيه والعربيه والافريقيه والعالم اجمع. دكتور اميري، يعني حقيقه يعني كلام رائع جدا، اشكر حضرتك عليه، وكلها امنيات يعني كلنا بنحلم يعني ونتمنى كل هذه الامور. ولكن العلاقات المصرية الكويتية هي علاقات راسخة، لا يمكن أن أنهي هذا الحوار إلا أن أسأل حضرتك كيف ترى العلاقات المصرية الكويتية. العلاقات المصرية الكويتية لها جذور تاريخية، لم ننسى العدوان سنة 63 عندما حشد العراق أيام عبد الكريم قاسم على الكويت، ووقفت مصر في المرصاد. لا ننسى دور مصر المحوري بين مصر والكويت، لا ننسى الكويت بعد رب العالمين عندما اجتاحت من العراق، وقفت مصر أمام الدول العربية والعالم أجمع، إما أن تخرج أم لنا موقف مو مخالف. فجمهورية مصر العربية لها تاريخ، لها باع طويل، لها أصالة وجذور تاريخية مؤصلة بين الكويت، يعني لها جذور لم تسند لا في تاريخ الكويت. لن ننسى كذلك عندما احتقن العدوان على مصر، عندما انتزج الدم المصري بالدم الكويتي، وفي شهداء شاركوا في حرب سيناء وتوفين في سيناء. فبالتالي الدم المصري دم كويتي، والدم الكويتي دم مصري. هذا بالنسبة على الحرب العدوان الثلاثي. لا ننسى حتى تحرير دولة الكويت، كم من دماء مصرية عريقة أصيلة امتزجت بالدماء الكويتية وامتزجت بالتراب الكويتي الذي لن ينسى التاريخ ولن ينسى كل مواطن خليجي وعربي وكويتي الأمور التي قامت بها مصر مشكورة من غير أي حسب من غير أي تكاليف، بل تكلفت على جسدها وأبنائها البارين في مساعدة قضية الكويت الأولى، تعتبر العالم كله أجمع. ولكن لا، الكويت لم ولن تنسى يعني جمهورية مصر العربية الاحتقان، وما زلنا أشقاء، وما زلت يعني أنت تقودني إلى سؤال. أنا تعلمت الماجستير أو درست الماجستير بامتياز من جامعة الدول العربية في القاهرة من أيام عمرو موسى صادق على شهادتي، فله شرف كبير أن مصر علمتنا في مدارسنا الكويتية، في مدارس المصرية في الماجستير، وحصلت امتياز.
فأنا يعني اسمح لي أقول كلمتين يعني دام تطرقت من شاعر. أقول أنا كتبتك أغنية عند انتصارات حرب مصر 6 أكتوبر، قلت يا مصري قيلك أشكر قميلك، عمرك ما غبتي بالقلب شيلك، بينك وبين صحابك اللقمة تقسميها، يا مصري قيلك أشكر قميلك، ده اللي يشرب من لها ويسهر ويليلها تاني وتالت يقلها، يا مصري قيلك أشكر قميلك. دكتور عيسى العمير، الحقيقة يعني كلمات رقيقة لا تخرج إلا من قلب صادق ومحب لمصر، فنحن كمان نبادلك كل المحبة والتقدير، يعني كلمات من شاعر كبير بحجم دكتور عيسى العميري. مره ثانيه بكرر شكر لحضرتك. الله يسلمك، الف شكر، الشرف لي والشكر موصول لكم، وسلام لكل مصري مواطن شريف. 109 مليون مصري، اقول انتم ماي العين، اغلى ما وجد في الانسان ماي العين، اذا راح العين ماي العين ما يبصر، فانتم البصر وانتم النور. عسى الله يحفظكم، وكل الشكر لكم والشكر موصول لكم يا رب العالمين. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عيسى العميري، مستشار وزير الاعلام الكويتي والمحلل السياسي والشاعر الكبير. شكرا جزيلا لحضرتك مرة ثانية، وشكرا موصول لحضراتكم المشاهدين. برحب بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ما زلنا في جدة، وهذه الليلة التي تسبق انطلاق القمة العربية 32 غدا الجمعة إن شاء الله. يسعدني أن أرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. أستاذ كرم مساء الخير، إزاي حضرتك؟ مساء الخير يا أستاذ عمرو. الحمد لله، سعيد أن ألتقي بحضرتك في جدة. والله يعني انت عارف مهرجان اعلامي رفع المستوى، صحيح. يعني زي ما انت شايف كده اجواء بهجه وفرحه، حقيقي. وموسيقى، ويعني جو جميل جدا. وبعدين كمان احنا معانا مجموعه من خيره الاعلاميين والسياسيين المصريين، معانا الدكتور مصطفى الحلمي، دكتور عبد المنعم سعيد، دكتور محمد فارس فرحات، احمد موسى، مصطفى بكري، يعني مع حفظ الالقاب حضرتك، احمد الطهري، وناس من سي بي سي، احمد ابو زيد، وامل الحناوي، يعني زملائنا جميعا، عدد كبير. طب وبعدين يعني صوتنا عادي، صورنا موجوده على كل الشاشات، بنطلب التصريحات، والحقيقه يعني عاملين نوع كبير جدا من الحيويه والنشاط في المؤتمر. لا التواجد المصري تواجد محترم، عايز اقول لك انا لحد دلوقتي يعني انا مش قادر ارفض لقاء، لحد عملت لحد دلوقتي 18 لقاء ما شاء الله. مهم التواصل ونقل وجهات النظر المتبادله، يعني نسمع من اشقائنا العرب وهم يسمعوا منا، اعتقد دي فرصه جيده. يعني مثلا سوريا، العراق، وكاله الانباء السوريه، كنت حضرتك بتسجل مع وكاله الانباء السوريه وتنزل سوريا، قطر، البحرين، الامارات، يعني فعلا في رغبه من الاعلاميين العرب كلهم للتواصل والحوار وطرح القضايا، والاجواء فيها تفاؤل. يعني الناس المره دي يمكن حضرت قمم كتير، لكن المره دي الاجواء فيها تفاؤل كبير. تفتكر ليه يا استاذ كرم؟ يعني كل ما التقي سواء في التسجيل او حتى في الحوارات الجانبيه، الكل متفائل ويرى بان هذه القمه تختلف عن ما سبقها من قمم عربيه. هل في تفسير؟ بص، اولا يعني في اهتمام عربي كبير باخر هم عربي او اخر ازمه عربيه او اخر كارثه عربيه تتمثل الاوضاع داخل السودان الشقيق.
في احساس يعني عند كل زعماء العرب وحتى الاعلاميين والسياسيين العرب بان هذه الازمه يجب ان تجد طريقها الى الحل، وتجد طريقها تكون بدايه الحل في قمه جده النهارده، القمه لا تنعقد غدا، لانه لو يتم التوصل الى حلول لهذه القضيه هتستمر سنوات طويله قادمه، وهتعرض المنطقه لمخاطر واضطرابات اكثر من القضيه الفلسطينيه. عايز اذكرك أول قضية للقمة العربية كانت في إنشاص 64، قمة إنشاص كان اسمها قمة فلسطين، وآخر قمة في جدة 2023 أنا أعتبرها بقمة السودان. صحيح المملكة العربية السعودية عملت مبادرة طيبة لحقن الدماء ووقف إطلاق النار، لكن محتاجين خطوات أخرى كثيرة يعني حتى تهدأ الأوضاع في السودان، التوصل إلى حلول دائمة، إن الأخوة السودانيين يعني يحطوا ايديهم في ايدين بعض. يعني أنا مستغرب جدا وحزين جدا إن كل فصيل أو كل شقيق بيقول على شقيقه العدو، لأن يعني أنتوا كنتم أبناء سلاح واحد وبتدافعون عن وطن واحد، دلوقتي بقينا أعداء، ده يقول على ده العدو ده، وكأننا في يعني في حرب، يعني حرب ضارية. فهنا في رغبة عربية كبيرة جدا لإنقاذ السودان الشقيق قبل أن تتدهور الأوضاع. في أجواء تفاؤل بعودة سوريا، يعني احنا شفنا المقعد السوري لمدة 12 سنة خاليا من قمة سرت 2010. النهاردة الرئيس السوري بشار الأسد جاي بيمثل سوريا، وانا يعني انا عن نفسي انا سعيد بالخطوه دي وفرحان بيها، لان طول الفتره انا كان ليا موقف دايما بكتبه في الصحافه، لا بد من الحفاظ على سوريا، الحفاظ على الدوله الوطنيه، وده واحد من اهداف الدبلوماسيه المصريه، الحفاظ على الدوله الوطنيه. انا عايز اقول لك ان الخطاب السياسي الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسي هو الحفاظ على الدولة الوطنية. فكرة الدولة الوطنية لو تم تطبيقها هتحتوي كل الصراعات والأزمات. الدولة الوطنية بمعنى الحفاظ على هوية الدولة، على مكونات الشعب، يعني ما نقسمش الشعب بقى سواء تقسيم ديني أو عرق أو طائفي، شعب واحد تحت مظلة دولة واحدة، له علم واحد، له نشيد واحد، له جيش واحد، ما فيش ميليشيات. يعني لاحظ معايا ان كل الدول اللي تعرضت للفناء او تعرضت للانهيار نتيجه انشقاق جيوشها، زي السودان جيش ضد جيش، سوريا ميليشيات مسلحه. اذا فكره الدوله الوطنيه تصلح ان تكون شعارا لرأب الصدع وعلاج المشاكل العربيه، ان الشعوب كلها يبقى عندها شعور واحد، تحب ارضها، تحب وطنها، تدافع عن بلادها، تصطف حول حكومتها. فيعني هي طبعا الفكره، انا اعتقد ان الرئيس غدر سيركز في خطابه على احياء هذه الفكره من جديد لتكون شعار للفتره القادمه. كان ليا لقاء مع المتحدث باسم الرئاسه سفير احمد فهمي، اذيع قبل حضرتك ما تنضم الينا مباشره، سألته إذا كان سيطرح مثلا غدا طلب سوري بمشاركة الدول العربية في إعادة الإعمار سواء بالخبرات أو بما شابه، يعني هل مصر سترحب، ستتقدم الصفوف؟ قال لي نعم، مصر لن تتأخر أبدا إن طلبت سوريا هذا الأمر. أنت علي حضرتك شوف الموقف المصري من القضية السورية، تذكر أيام حكم الإخوان مصر رفضت أن تتدخل في الصراع السوري، الصالة المغطاة، يعني مؤتمر كان عقد الصالة المغطاة الشهير، مظبوط، ودي كانت الحقيقة يعني مبادرة جهنمية من الإخوان المسلمين لإشعال فتنة طائفية بين المسلمين والأحباط، وإحنا عارفين إن الفتن الدينية يعني لا تندمل جرحها ولا تجف دماءها. يمكن من أيام استشهاد الإمام علي وجاء السفاح ابن ملجم قال له الملك لله وليس لك يا علي، ومنذ ذلك التاريخ ما زالت دماء الامام علي بتسيل في اماكن كثيره جدا في الوطن العربي وفي حروب دينيه كثيره. اذا اشعال الحروب الدينيه، الشرق غير الغرب، في منطقه الشرق الحروب الدينيه بتفني الدول وبتشتت الشعوب، فمصر رفضت ان تتورط او ان تتلوث يدها بقدر الدماء واحده من الشعب السوري. حتى ايام اذكرك ايام العراق بعد تحرير الكويت والقوات التحالف طلبت من مصر
يعني القوات البريه المصريه تدخل العراق، مصر قالت لا، لقد انتهت مهمتنا بتحرير الكويت، فلن يدخل جندي واحد مصري العراق، احنا مش مهمتنا احتلال، احنا مهمتنا الدفاع عن الاوطان. فدي الاستراتيجيه المصريه، مصر من البدايه يعني بترى ان التسويه السياسيه للازمه السوريه الحل الوحيد، بترى ان القوات الاجنبيه يجب ان تنسحب. سوريا بقت مستنقع لأجهزة المخابرات والجيوش الأجنبية، فمعنى أنها تبدأ تستعيد قوتها وعافيتها، فآن الأوان لهذه القوات أن ترحل دون تسميتها، لكن دي قوات كثيرة جدا. وجود الرئيس بشار الأسد ده رسالة، رسالة قوية جدا أن الدولة السورية هتعود من جديد. مسألة الأعمار، احنا شايفين الشعب السوري يمكن يختلف عن كثير من شعوب العالم، المكان اللي بيروحوا بيعمروا وبيعمل مشروعات وبيقلهم نشاط تجاري زي مثلا في مصر او في تونس او في خلافه. عوده الشعب المهاجرين السوريين الى بلدهم دي ضروريه، لانهم هيساعدوا في اعمار بلدهم اكيد، وهم قادرين جنب بعض المساعدات. لكن امام سوريا وامام الرئيس بشار اكثر من تحدي. التحدي الاول بقى ان يبقى في حوار فعال وحوار بين مختلف فصائل الشعب السوري تحت هوية الدولة السورية، زي ما حتى قيل هذا. يعني السفير أحمد فهمي قال بأنه العودة، عودة سوريا للجامعة العربية لمقعدها ليست هي نهاية المطاف، وإنما هي مقدمة لخطوات أخرى من الجانب السوري. دي خطوة مهمة جدا. سوريا محتاجة أن تضمد الجراح وأن تلتئم الندبات الكثيرة اللي حصلت في الفترات السابقة. محتاجة أن الشعب السوري يرتفع فوق منطق السقف ويبدأ بقى يعني يلتف حول قيادته. دي خطوة. الخطوة الثانية عودة المهاجرين، تهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لعودة المهاجرين خصوصا في الدول المجاورة، لأن طبعا يعني في مشاكل لهذه الدول. الأمر الثالث بيتكلموا عنه أن القوات الميليشيات وكلاس استغلوا سوريا في هذه الفترة في زراعة المخدرات، وأصبحت المخدرات بتهدد الدول المجاورة. وفي مطلب بأن بقى أن الدولة السورية تبسط قوتها ونفوذها. هناك اتفاق أردني سوري لمواجهة تجارة الكبتاجون، مظبوط. إذن سوريا أمامها بعض خطوات ومحتاجة لدعم عربي ومساندة عربية لتستطيع أن تستكمل الخطوة اللي بدأت بظهور الرئيس بشار الأسد على مقعد سوريا في القمة العربية، لكن هي صورة إيجابية. وإحنا شايفين طول 12 سنة سوريا لا، سوريا ما تحضرش إبعاد وإقصاء، لكن يعني ظاهرة إيجابية عاملة نوع من التفاؤل. وإحنا شايفين الإعلاميين السوريين الحقيقة معنا معهم لقاءات متفائلين وفرحانين طبعاً. وإن بلدهم ترجع تاني، إن يبقى لهم تواجد، ما كانش لهم تواجد، في تواصل سياسي وفي تواصل إعلامي، فده من ضمن أجواء التفاؤل. من ضمن برضو أجواء التفاؤل قضية سد النهضة هتبقى بند في القمم العربية. والحقيقة مصر كانت بتحتاج، مصر والسودان كانوا بيحتاجوا رفع مستوى مناقشة هذه القضية من الوزراء إلى القمة. رئاسة المملكة العربية السعودية للقمة العربية في العام القادم أصبح على عاتقها مسؤولية إن تبقى المباحثات تحت مظلة عربية، يبقى في دعم عربي حقيقي لمصر والسودان في قضية مية النيل. وقضية مية النيل احنا مطالبنا عادلة، يعني مصر بترى ان من حق اثيوبيا انها تعمل سدود وتعمل كهرباء، ومن حق الشعب الاثيوبي ان يبحث عن الرخاء كما يشاء، ولكن دون ان يكون ذلك ضرا بالدول المجاورة. واذا كان في اتفاق هتتحقق هذه المعادلة الصعبة، يعني اثيوبيا تعمل مشروعاتها لكن في نفس الوقت ما يحصلش اضرار بمصر والسودان، لان طبعا احنا عارفين ده ملء رابع وملء خامس، فليس هناك يعني اقل من الاتفاق وقف حرب التصعيد، لان هي انا اعتقد ان هي حرب الجانب الاثيوبي نفسيا وحرب كلاميه، فمحتاجه وسطاء عرب حقيقيين يتدخلوا، خصوصا ان لهم علاقات طيبه باثيوبيا زي السعوديه وزي دوله الامارات العربيه لمساعده مصر في قضيتها العادله. وده نوع بيعمل نوع من التفاؤل، لان الاول مره بقى ان بقت في مظله عربيه، بقت في مناقشات على مستوى رفيع جدا، وتصوري ان هيطلع قرار غدا من القمه العربيه بخصوص صعد النهضه مؤيدا وداعما للحق المصري السوداني. من ضمن اسباب التفاؤل ان طرح برضه، لكن
بشكل مش كبير قضية الأمن الغذائي العالمي. واحنا عارفين في ظل الأزمات العالمية الكبيرة دي كثير من الدول والشعوب العربية بتعاني من أزمتين خانقتين، الأزمة الأولية الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار، والأزمة الثانية كثير من الدول ما بتقدرش توفر الاحتياجات الضرورية من الغذاء لشعوبها. لو تم الاتفاق أو إبرام أو التفاهم حوالين مشروعات عربية مشتركة، وإحنا عندنا دول بتمتلك الأموال، دول بتمتلك الخبرات، ودول بتمتلك الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والخلافة، إذا حصل تزاوج بين هذه العناصر الثلاثة باتفاقيات تحفظ حقوق كل الدول، أعتقد أن يعني هتتحقق فائدة غير مسبوقة للدول العربية. الملف الاقتصادي حاضر بقوة في هذه القمة. الملف الاقتصادي يعني أقول لحضرتك حاجة، اجتماع هذا العدد من الزعماء اللي موجودين بشكل كبير بيدي مظلة سياسية آمنة لمشروعات التعاون الاقتصادي، لأن مشروعات التعاون الاقتصادي بتبحث عن الأمان، عن الطمأنينة، عن ضمان رؤوس أموالها، عن بيئة صالحة تعمل فيها. المظلة السياسية بتوفر كل هذه العوامل للدول العربية، لكن أنا الأوان بقى أن الأحلام والآمال والطموحات يتم بقى تاخد برامج على أرض الواقع. الحقيقة في تفاصيل كثيرة جدا في هذه القمة وأجندتها، لعل أنها تتواكب هذه الأيام مع الذكرى 75 للنكبة، نكبة الشعب الفلسطيني. وكان من الأيام كان لأول مرة في التاريخ الأمم المتحدة تحيي ذكرى النكبة، وكان هناك ترحيب فلسطيني كبير جدا بهذا الأمر، ولعل القمة العربية تأتي وتواكب هذه الذكرى. برأي حضرتك يعني كيف ستتعامل القمة العربية والقادة العرب مع الذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني؟ شوف، احنا كإعلاميين عرب علينا أن نوجه رسالة صارخة وواضحة لعقلاء إسرائيل، لمثقفي إسرائيل، للرأي العام الإسرائيلي، محتواها أن الصراع سيظل مستمرا إلى ما لا نهاية إذا لم يتم حل القضية الفلسطينية. إلى متى نسألهم كده؟ إلى متى ستظل إسرائيل تحمي نفسها بالصواريخ والطائرات والدبابات؟ أما أنا الأوان أنها تحمي نفسها بالمصافحة وأغصان الزيتون ومعاهدات سلام طيبة مع جيرانها العرب. هل تعتقد إسرائيل أنها تقدر تفرض نفسها على المنطقة العربية بقوة السلاح؟ هل تعتقد أن غسل الدماء الفلسطينيين بيقوم بمزيد من الدماء؟ وأن تضمين آلام أهالي الضحايا بيكون بمزيد من القتلى؟ يعني أنا بستغرب الحياة العقلية الإسرائيلية بتفكر إزاي. إسرائيل تريد أن تعيش في المنطقة كدولة طبيعية ولها علاقات مع العرب ولها علاقات مع الدول العربية. كيف يتحقق ذلك في ظل سياسات نتنياهو؟ نتنياهو لا يعترف بحل الدولتين، ويمكن له تصريحات في الآخر أنه لا يعترف بالشعب الفلسطيني ولا الدولة الفلسطينية. طيب، الدرس اللي يجب أن تعي إسرائيل أن هذه القضية ما زالت مشتعلة من 75 سنة وهتظل مشتعلة إلى ما لا نهاية. وقف هذا الصراع الدموي في الشرق الأوسط يكون عن اعتراف إسرائيل بالشعب الفلسطيني وحل الدولتين. ده دورنا كإعلام قصف الهوك. أما الدور السياسي فإحنا عارفين أن أكبر قرارات، أكبر كم من القرارات والتوصيات والتصريحات صدر عن القمة العربية كان بشأن فلسطين. وكل القمم العربية كانت القضية رقم واحد المدرجة على جدول أعمالها فلسطين. لكن لما جه الربيع العربي، الجحيم العربي، لما جه بدأت تتراجع القضية، وبدأ يعني حتى مفهوم الأمن القومي العربي بيختلف من دولة لأخرى. مفهوم الأمن القومي العربي لدى دول الخليج غير مصر، غير ليبيا، غير السعودية، بقى الإرهاب هو العدو رقم واحد. مين المستفيد من ده؟ المستفيد إسرائيل. إذن هنا اجتماع القادة وزعماء العرب ده رسالة برضو عالية الصوت بأنه لا مكان للإرهاب في الدول العربية. كل الدول العربية عانت من الإرهاب من الخليج إلى المحيط، وكل الدول العربية دفعت الثمن. اجتماع والاتفاق على سياسات لوقف تمويل الإرهاب، وقف التعاطف مع الإرهاب، تكفيف منابع الإرهاب، دي رسالة مهمة جدا، يعني هتضخ جهود إيجابية في كل الملفات الأخرى. فهنا يعني على المستوى السياسي قلنا إن يعني أنا في حاجتين أمنيتين،
الامنيه الاولانيه ان يبقى في اليه بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادره عن الامم العربيه بشان القمه. بننتظر اكثر من 32 مشروع قرار يعني او قرار بكره يعني، ويمكن نركز في مبادره السلام العربيه بمدى المعقوله. الامر الثاني وده حلم اتمناه وارجو الا يكون بعيد، المنال ان تحصل مصالحه ما بين فتح وما بين حماس، بين الفصائل الفلسطينيه تبقى مصالحه حقيقيه، لاني انا شايف برضو ان الصلح ما بين الفلسطينيين واسرائيليين اسهل كثيرا جدا من الصلح بين فتح وحماس، وده غير معقول. اسرائيل دايما بتتحجج وبتتذرع انها لا تجد من يمثل الشعب الفلسطيني، لا تجد من يتفاوض معه. وبعدين هنا الحرب الدائره بين الاثنين ده حرب، بعدين زي يعني كان سياسي شهير بيقول ده صراع على كعكة سلطة لم توضع بعض على المائدة. يعني الصراع من أجل إيه؟ مين اللي بيدفع الثمن؟ الشعب الفلسطيني، غزة، هدم البيوت، ويعني كل فترة وأخرى كلما يعني تبقى في جهود لإعمار غزة بتأتي إسرائيل وتدمر البنية الأساسية وبتعيد الشعب الفلسطيني من جديد إلى نقطة الصفر. فياريت كده يعني يبقى في مبادرة قوية وشجاعة للصلح ما بين الطرفين، وانه يبقى ايد واحدة وصف واحد في مواجهة المطامع الإسرائيلية. طيب العلاقات المصرية السعودية بشكل عام والإعلامية منها بشكل خاص، وأنا عارف أن حضرتك يعني دائم التواصل أو هناك تواصل دائم ما بين وزارة الإعلام السعودية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، كيف وصل التواصل ما بين الطرفين الأخرى؟ يعني أنا منذ قليل كنت في لقاء ودي مع بعض كبار الإعلاميين وزير الإعلام السعودي، وتحدثنا حديثا طيبا جدا، يعني حديث ودي وحديث يعني بينم على عمق العلاقات بين البلدين وبيدحض اي كلام او اي شائعات. العلاقات يعني وانا يعني حاطط ايدي في الملف عن قرب في الملف الاعلامي، واكد ان العلاقات طيبه وفي تواصل طيب في كل المجالات، وفي قضايا مشتركه اعلاميه ما بيننا وما بينهم هتتواصل الجهود لحلها. يمكن كمان وجود فخامة الرئيس على وفد رفيع المستوى وان اتى في وقت مبكر عشان يعمل لقاءات، ده بيضخ حيوية ونشاط وتفاعل في القمة العربية، وبيقول فعلا لا ان مصر حاضرة في كل الملفات، مصر لها دور، مصر واقفة في ظهر الطلب. لا يمكن انا قلت لوزير الاعلام ان مصر دولة بتعترف بجميل من يقدم لها من يمد لها يد المساعده، والسعوديه كانت واقفه جنب مصر حرب 67 ونتذكر في البترول وقطع البترول، في حرب 73 امتزجت دماء مصريه ودماء سعوديه في لتحرير سيناء، وايضا في الازمه الكبرى اللي اعقبت احداث 2011 والقاده السعوديين وكلماتهم الطيبه يعني اللي كل المصريين بيحملوا لهم كثير من المشاعر الطيبه، كلمات طيبه جدا. يعني يمكن انا سمعت ولي العهد كان في عهد زياره قال جمله يمكن انا ما انساهاش، الامير محمد قال اثناء 2011 كنت بدعو الله ان يحفظ مصر، ولكن ما شاهدته الان، وكان بيزور محور قناه السويس وشاف المشروع، ما شاهدته الان يؤكد ان الله استجاب لدعائي. ودي جمله كانت كويسه جدا جدا ومشاعر طيبه. كل دوله يعني في روابط مشتركه كثيره جدا بتجمعنا، لكن كل دوله ليها خصوصياتها وده لا يمنع. فهنا طبعا يعني العلاقات، يمكن برضه قلت لهم ان يعني القاهره والرياض يعني رمانة الميزان، تقويه هذا المحور هيساعد كثير جدا في تقويه المحور العربي عشان نواجه التحديات اللي موجوده. احنا شايفين تحديات اقليميه، شايفين خريطه العالم بتتغير ومحدش عارف في اي اتجاه، يعني روسيا، الصين، امريكا، كوريا، يعني العالم بيعاد تشكيله في اي اتجاه لا احد يعلم. فاذا هنا لازم يكون للعرب وخصوصا الدول الصغيره الفاعله دور ورؤيه في مكان العرب في السنوات القادمه. أنا شاكر جدا وجود حضرتك معنا، الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكرا جزيلا لوقت حضرتك. شكرا ليك يا أستاذ عمرو. شكرا جزيلا. ويعني
احاديث موفقه في لوحه الاعلام ويا وحده اعلام فعلا دايما بخير ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ كرم جبر، شكرا جزيلا لحضراتكم مشاهدينا الكرام. ومساحات مشتركة شعار الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة، والتي انطلقت أولى جلسات المحور المجتمعي له صباح اليوم بحوار مفتوح حول قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعية. وشهدت الجلسة مشاركة واسعة لخبراء ومتخصصين وقوى سياسية متنوعة. مناقشات كانت في منتهى الجدية والحفاظ على المصالح الفضلة للطفل، كما كان هناك أيضا قدرة على تقديم الرؤى الموضوعية، وقد أتى عدد من ممثلي التيارات السياسية ولديهم رؤية واضحة. كل ما قيل هو يؤدي إلى تعديل القانون. بنتكلم في المحور ده على التفكك الأسري، عن ظواهر سلبية ظهرت في المجتمع المصري زي الطلاق، زي الإدمان، زي التطرف، زي العنف الأسري، زي زواج الأطفال. كل دي ظواهر بدأت تظهر في المجتمع المصري. النهاردة كنا مخصصين الجلسة عن موضوع مهم جدا وهو الوصاية على الأموال. كما خصصت جلستين لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية. النهاردة المحور الهوية الاجتماعية ده محور هام جدا، عشان كده كان لينا بعض الاقتراحات فيها إنها يبقى لها زي فكرة حقوق الإنسان، لازم يبقى لها استراتيجية وطنية عشان تقدر تقوي شبابك وتقوي المواطن المصري، فيبقى عارف تاريخه وبلده ويبقى عنده حمية ويقدر يدافع عن بلده وهويته. سيادة الرئيس لما دعا للحوار الوطني، دي أحسن طريق وأفضل طريق ممكن نستعيد بيها هويتنا المصرية المصرية. مصري يعني أنت مصري، وده أولا، يعني هي دي أهم حاجة إن إحنا بنستعيدها تاني بالحوار الوطني اللي بتتفاعل فيه كل الآراء وبتتجمع فيه كل الأفكار، وبنطلع في الآخر بالفكرة اللي بتخدم بلدنا. تقريبا كده شبه حطينا فريم كلنا متفقين إن هو لو تم تفعيله بشكل كويس أعتقد ممكن يكون هادف وفعال ويؤتي ثماره من خلال تعزيز الهوية الوطنية لدى شباب الوطن. وخرجت الجلسات بمجموعة من التوصيات، منها تعديل بعض مواد الوصاية على القُصر مع إصلاح وتيسير إجراءات التركة وإنشاء صندوق للاستثمار وإدارة أموال القُصر. قطار جلسات الحوار الوطني يسير بخطى ثابتة، مبشرا بحوار ينعش الحياة السياسية ويضخ آمالا جديدة في المجتمع بما يتضمنه من كافة الفئات والأطياف السياسية. من مصر، عمرو موسى. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد. النهاردة بتتواصل فعاليات الحوار الوطني، وتمت مناقشة الجزء المتعلق بالمحور المجتمعي. في قضايا كتير في الحياة مدرجة تحت هذا المحور. قضية الهوية الوطنية إحدى القضايا الهامة المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية. المشاركين فيها قالوا إن الهوية عبر الاشتراك في الكثير من الأشياء، ويمكن أهمها هي الدين، العادات، التقاليد، وكل أساليب وأطر الحياة، بالإضافة إلى الأمال والطموحات والتاريخ والمكان. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. في الحقيقة القضية بتاعت الهوية الوطنية إحدى القضايا في غاية الأهمية. العديد يمكن من التحديات خرجت من أو اتقالت على لسان المشاركين في جلسة النهاردة، سواء وسائل التواصل هي إحدى مشكلات اللي بتواجه أو التحديات اللي بتواجه المنظومة المتعلقة بالهوية الوطنية، العولمة، الاختلاف في تفسير بعض المصطلحات. إلى ما توصلتم في هذه الجلسة يا دكتور؟
طبعا اولا الجلسه احنا عملنا جلستين وليس جلسه واحده. بدات الجلسات حوالي الساعه 11 ونص وانتهت تقريبا يعني الجلسه الثانيه انتهت ونحن ندخل على قرب الساعه السادسه مساء. احنا تحدث في الجلستين اكثر من 100 واحد، اعطيت الفرصه لكل شخص ان هو يتحدث بشكل صريح جدا، الناس اتعبرت على ارائها بشكل صريح. الكل كان بيجمع على اولا اهميه موضوع الهويه الوطنيه، لانه الهويه الوطنيه هي اللحمه التي تجمع المجتمع بكل اطيافه وكل اتجاهاته وكل فئاته في بطاقه واحده تنصهر يعني داخل هذه البطاقه كل الاراء وكل التجمعات، سواء كانت تجمعات اقليميه او دينيه او طبقيه، وكل الانتماءات بتصب في خلق هويه، والهويه دي بتتغير عبر التاريخ. والمجتمع المصري يعني طبعا له هويته الثابته المستقره، لانه من المجتمعات القديمه صاحبه الحضاره، الهويه فيه برضو مستقره، وان كان في تحديات فهذه التحديات ايضا موجوده في مجتمعات اخرى، وانا اكدت على هذه النقطه كثيرا يعني، لانه العولمه زي ما حضرتك اشرتي بتحاول يعني فيها قوة داخلية كده زي قوة الاستهلاك وقوة رأس المال وقوة الأفكار المتدفقة من المركز، قوة التطورات التكنولوجية الهائلة جدا في مجال الانترنت وعالم الاتصالات اللي بتخلق العوالم المنفتحة زي العالم الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي، بيجعل الحدود مفتوحة والأمور تكون سائلة وليست صلبة، فبتؤثر على الهوية تأثير كبير جدا. اللغة أيضا بتتأثر، ودي برضو من الأمور التي وجدت يعني صدى كبير جدا في المناقشات. اللغة بتتأثر، والناس قد يتركوا اللغة، وقد يعني يلجؤون إلى لغات أخرى، وقد يعني ينظرون إلى لغتهم الأصلية نظرة فيها قدر كبير من السلبية، كما ينظر إلى اللغة العربية في بعض الأحيان. كل دي تحديات، أيضا منها العلاقة بالدين والعلاقة بالتراث، يعني التفسيرات الدينية المتطرفة الغليظة في مقابل التفسيرات الوسطية واللي بتفهم الدين فهم يعني معتدل وتفهمه على انه أداة لمساعدة البشر على ان هم يحيوا حياة مستقرة، في مقابل التيارات التي تدعو الى استخدام الدين في السياسة. فدي كلها هي اللي بتجعل الهوية في على المحك كما يقال، وتجعل انه موضوع الهويه ده يبقى مناقشه هذه التحديات امر مهم جدا في فهم الطرق التي تتفكك بها الهويه، ويكون بقيه الكلام مرتبط بالطرق التي من خلالها يمكن ان نحافظ على الهويه ونحافظ على اللحمه الوطنيه من اجل المستقبل. نعم. طيب دكتور احمد، يمكن من ابرز في الحقيقه التحديات اللي ذكرت في الجلستين النهارده التحديات المتعلقه بالاختلافات في تفسير بعض المصطلحات المتعلقه بالهويه الوطنيه، ودي مربوطه بشكل كبير قوي بثقافات وبتعليم وما الى اخره. تحدي زي ده دكتور احمد، الفكر اللي حضراتكم متوقعينه من خلال النقاشات انه يتم ترجمته لاليات على ارض الواقع نقضي بيها على التحدي ده، لان تحديد او فهم المصطلحات بعينها ممكن يخلي الناس هتكون واقفه على ارض صلبه بشكل اكبر يعني. طبعا هو في اتفاق بين المتحدثين تقريبا على ماذا تعني الهويه، يعني ده ما كانش عليه خلاف كبير، انما الخلاف كان بيقول في درجات التركيز على الأطر المختلفة اللي بتؤدي إلى تفتت الهوية. يعني مثلا في ناس ركزوا، يعني عدد كبير من الناس ركزوا على قضية التعليم والإزدواجية اللي موجودة في التعليم، سواء إزدواجية ما بين التعليم الديني والتعليم المدني، أو الإزدواجية حتى داخل التعليم المدني نفسه، ان في مدارس مختلفه ولها خلفيات ثقافيه مختلفه، مدارس يعني متعدده اللغات، يعني مثلا مدارس فرنسيه ومدارس انجليزيه ومدارس امريكيه ومدارس ياباني، يعني في عدم تجانس في بنيه
التعليم، فده كان فيه يعني شبه قناعة عند الناس إنه ده بيأثر على تكوين الهوية، لأنه بيجعل المجتمع مكون من فئات مختلفة، المتعلمون في المجتمع يصبح لديهم خلفيات من مدارس مختلفة أو من خلفيات ثقافية مختلفة، فيخلي اللحمة بينهم، الاتصال بينهم، التكامل بينهم يبقى ضعيف يعني، ويبقى فيه نوع من أنا بتاع اللغة الفرنسية وأنت بتاع اللغة الإنجليزية وده بتاع اللغة الألمانية وده بتاع يعني عارف حضرتك، يبقى فيه ده من الموضوعات الهامة جدا اللي أنا شايف أنها كانت طرحت في المناقشات، وكان عليها يعني تقريبا شبه إجماع أنه التعليم هو الطريق أو يعني هو الأساس اللي من خلاله بتتكون المعارف وتتكون فكرة المواطنة وتتكون القيم الأساسية. طب يا دكتور، حل مشكلة زي دي مش سهلة، لأنه مصر في الحقيقة فيها ثقافات مختلفة، فيها يمكن مش هينفع يحصل توافق في فكرة التعليم. هل حضراتكم طرحتوا مبادرات مثلا للحلول، ولا مسألة الحلول والتصدي مثلا للمشكلات أو التحديات اللي بتواجه القضية دي المتعلقة بالهوية الوطنية هيكون أو هيتم مناقشته في جلسات أخرى؟ له في لجنه للتعليم، واحنا كان ردنا واحنا في الكلام يعني انه الناس اللي اتكلموا في التعليم انه في اصلا محور يعني لجنه في المحور المجتمعي. احنا عندنا لجنه للتعليم ولجنه للصحه ولجنه للشباب ولجنه للاسره ولجنه للثقافه، يعني في لجنه للتعليم، فلا شك انه لجنه التعليم سوف تناقش هذه القضيه، وفي هذه الحاله يبقى في تفاعل بيننا وبين او يعني اتصال بيننا وبين لجنه التعليم، بحيث انه الاطروحات التي تطرح داخل لجنه الثقافه يمكن ان احنا نبعتها لجنه التعليم فتتكتب هنا او هناك، بحيث انه الاكيد لجنه التعليم هتعمل يعني تهتم بقضيه التعليم اهتماما اكبر، لانه بيطرحوا بقى كل قضيه التعليم بيحطوها على البساط، ولذلك احنا اكتفينا فقط بان احنا يعني نتكلم على أهمية يبقى فيه استراتيجية ثقافية بتأكد على ضرورة التعاون ما بين المؤسسات والوزارات المختلفة من أجل يعني بلورة أطر ثقافية وقيم ثقافية عمومية عامة جدا، بحيث انها تجمع الناس كلهم على مبادئ واحده. طيب اسمح لي يا دكتور برضو يعني افهم من حضرتك النقطه دي، يعني حضراتكم حطيتوا ايديكوا على المشكله، ولو المشكله تفرعت او خرج منها عده محاور هيتم عمل تشاركي خلينا نقول بين حضراتكم وبين المختصين في كل فرع، مثلا تعليم الصحه زي ما حضرتك يمكن كنت بتتكلم، وسواء خرجنا بمبادرات سواء خرجنا بان احنا محتاجين تشريعات جديده، ده هيكون على اساس عمل تشاركي بين حضراتكم وبين لجان اخرى. طبعا هو الحوار الوطني يعني في لجان كتيره وفي محاور كتيره زي ما حضرتك عارف، في سياسه وفي اقتصاد وفي محور مجتمعي، والتعليم من ضمن المحور المجتمعي، ولذلك أنا شايف أن كل الأمور أو كل المحاور وكل الموضوعات المتصلة بالمحاور المختلفة سواء كانت محاور عامة أو محاور فرعية كلها متصلة ببعضها، وأنه لازم يبقى في التقاء في الآخر وتنسيق ما بين المحاور المختلفة، الآراء المختلفة التي قيلت هنا وهناك، بحيث أنه إحنا متوقعين أن إحنا يطلع وثيقة عامة خاصة بالحوار الوطني فيها رؤية، أو دايما مكتوب كده في الشعار اللي موجود في الحوار الوطني الطريق إلى بناء جمهورية جديدة، لأن هو ده الهدف، هو ده الهدف، أن إحنا كما لو كنا بنتدبر أمرنا من أجل أن نستنير أو أن ننير الطريق نحو مستقبل أفضل. إذا يعني أنا إذا صحت هذه العبارة فهي دي الهدف الأساسي للحوار الوطني من وجهة نظري يعني. طيب يمكن حضرتك كان ليك تصريح متعلق بأنه إن إحنا الهدف من الحوار الوطني أو من الجلسات النقاشية دي إن إحنا نخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ وفق الإمكانيات المتاحة.
رأي حضرتك شكل التوصيات اللي ممكن تخدم قضية هامة كقضية الهوية الوطنية، اللي يمكن خلينا نقول لو مش هنبالغ ان القضية دي منها نقطة البداية للانطلاق لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحوار الوطني، منها لفكرة الوصول للجمهورية الجديدة اللي احنا عشانها عملنا حوار وطني. طبعا انا حاولت في الكلمة بتاع، انا اولا في بداية الجلسة انا اكدت على اهمية انه يبقى الكلام مرتبط بكلام عملي، بمعنى انه يعني مبقاش مفيد قوي ان احنا نقعد ننظر ونقعد نتكلم في كلام في نظرية وفي اختلاف في الاراء وكده. انا عملت توجيه عام في الاول الجلسة بانه يجب انه ان احنا نتكلم كلام عملي ونقول اشياء عملية يمكن تنفيذها. وطبعا في بعض الناس كانوا بيتكلموا بشكل عام، بس احنا استطعنا ان احنا نجمع عدد من النقاط او عدد من التوصيات الهامة جدا. اولا لابد من وجود استراتيجية، يعني لابد ان احنا واحنا بنعمل حاجة عن الثقافة واحنا بنتكلم عن الثقافة واحنا بنتكلم على الهوية، واحنا لازم يبقى في رؤية واضحة عندنا، ولازم مجموعة ناس خبراء كده يجلسون يعني يتدبرون أمرهم بشأن إخراج استراتيجية بتقول هي إيه هي التحديات وإيه هي الحلول، طبعا مستفيدة بكل الآراء اللي هي قيلت في النقاش. النقطة الثانية إنه هذه الاستراتيجية لابد إن هي تتضمن أيضا الاهتمام بقضية بوجود تشريعات، يعني احنا في كثير من الاحيان بنبقى محتاجين الى ان احنا نطلع تشريعات، ان احنا نكتب نعمل قوانين، فلو محتاجين احنا قوانين خاصة بالتعليم، خاصة بالحريات، خاصة بالقصد وخاصة بالاساليب التعبير وكيف نعبر عن ارائنا والحدود اللي احنا من خلالها نعبر عن ارائنا، نعمل هذه القوانين. ايضا من مهم جدا انه يبقى في اهتمام بتحريك وتطوير المؤسسات الثقافيه اللي موجوده، واحنا عندنا محور او يعني جلسه عن المؤسسات الثقافيه زي قصور الثقافه، زي المراكز الثقافيه الموجوده، ان احنا نهتم بالصناعات الثقافيه زي السينما والمسرح والموسيقى، ان احنا الفنون المصريه بتلعب دور كبير جدا في بلوره الهويه، ان الاعلام يعني لا ينفصل عن الناس ولا وينزل للناس ويشوف القضايا الهامة الخاصة بالناس. ونتحدث يمكن من التوصيات الهامة جدا اللي ظهرت في الحوار ان احنا يعني نقلل من الحديث بشكل سلبي عن المجتمع المصري وعن تاريخ مصر وعن المصريين بشكل عام، وان احنا نقدم بلدنا بشكل فيه قدر من الحب وقدر من العاطفية وقدر من الارتباط بالوطن وقدر من الانتماء وقدر يعني دايما في مجتمعات صغيرة جدا وبتقدم نفسها على أنها يعني عظمة العظمة، صح. وإحنا مجتمع يعني أول مجتمع كان ليه اسم في التاريخ يعني ومذكور في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة، يمكن ده يرجعنا لأول نقطة حضرتك بدأت بيها دكتور منارة أحمد للتاريخ. وإحنا كمصريين وإحنا بنجلس أكمل الفكرة وإحنا بنجلس كتير في الصالونات وفي التلفزيون وفي كل حتة نقول إن إحنا ما إحناش يعني الكلام ده غير صحيح، ويجب إن من وجهة نظري يعني وأنا ركزت على النقطة دي في الكلام ودايما بركز عليها، يجب إن هذا الخطاب يقف يتوقف، وإن إحنا نبقى محترمين تاريخنا ونقدم نفسنا على إن إحنا بلد كبير وبلد عظيم وبلد غني وبلد يعني له الحاجة اللي بنسميها الفخار الوطني كده، لنا أن نفخر بمجتمعنا وأن نفخر بتاريخنا. نعم تفضلي يا حضرتك. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك دكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني، شكرا جزيلا لحضرتك. كمان النهاردة في جلسات الحوار الوطني كان في مناقشات مهمة حول قضية الولاية والوصاية على المال المدرجة في جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. الحقيقة الجلسة دي كان فيها تفاعل كبير، مشاركة واسعة سواء من الشخصيات العامة أو الحقوقية أو الحزبية، خاصة أن القضية دي بتمس حياة المواطنين بشكل كبير. تم خلال هذه الجلسة عرض كلمة مسجلة للفنانة منى زكي بطلة مسلسل تحت الوصاية اللي طلبت فيها بإجراء تعديلات تشريعية على القانون لأنه بيمثل ظلم للأم وللأطفال. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني. دكتور نسرين أهلا وسهلا بحضرتك في البداية.
اهلا وسهلا بحضرتك. طيب يمكن القضية دي كان في توافق على الفكرة العامة يا دكتور انه احنا فعلا محتاجين بعض خلينا نقول التحديث للقانون، لانه البعض تحدث ان القانون ده يمكن كان بيتوافق مع المرأة، او قانون 119 لسنة 52 كان بيتوافق مع المرأة انذاك. التوافق ده هل ممكن يسرع الوتيرة يا دكتور؟ هو أنا بس عايزة يعني أبتدي مع حضرتك إن كان في توافق ما بين الجميع على عدد من الاعتبارات، وهو الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والأولوية لمراعاة المصالح الفضلة للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية وإدارية. وبالتالي كان النقاش يدور حول أو لم يخرج عن هذا الإطار اللي تم طرح من خلاله العديد من الإجراءات التي تحمي المصالح الفضلة للطفل وتحقق له الاستقرار وأيضا تحقق تماسك الأسرة. وبالتالي كان في مقترحات فيما يخص سرعة إجراءات التقاضي، فكرة رقمنة المجالس الحسبية، فكرة وجود قاعدة بيانات في المجالس الحسبية، تطوير المحاكم فيما يتعلق بإن لأن المحاكم أحيانا بتستدعي القصر وتسألهم، وبالتالي كان المفروض يكون في الأماكن المخصصة لهذا تكون ملائمة للقصر. أيضا كان رجال الدين الحقيقة سواء كانوا من رجال الدين الإسلامي أو من بعض الأخوة المسيحيين ركزوا على أنه لا يوجد مانع في الشريعة أو في الشرائع من أن تكون الأم وصية على الأبناء من بعد توفي الأب، وأن وجود الجد ليس منصوص عليه في الشريعة. كما أن القانون لابد أن يواكب التغيرات الموجودة، وبالتالي فكرة التغيرات الاقتصادية وتغيير القيم الاقتصادية الموجودة مسألة مطلوبة للغاية. مسألة الأخرى فيما يخص التركة وسرعة جرب التركة، وأيضا الولاية التعليمية، وده الحقيقة هي يعني منقولة للأم مباشرة، وده بقرار وزير التعليم، ولكن ربما ذكر البعض أنها يوجد نوع من التعنت من المدارس والإدارات المدرسية تجاه أن الأم تكون يعني في هذا الإطار وتحضر مجالس الآباء وتباشر الأبناء إلا إذا أتت بحكم الوصاية. وبالتالي نص يعني كانت هناك توصيات عديدة في هذا الإطار أن لابد من وجود يعني مرونة في هذه الإجراءات. طيب من كل اللي حضرتك اتكلمتي فيه ده يا دكتور نسرين، نقدر نقول انه مفيش مانع فعلا؟ يعني هل ممكن انه بعد الحوار الوطني، لان احنا دايما بنسال ماذا بعد الحوار الوطني، هل ممكن بعد الحوار الوطني نشوف تحركات في تحديث هذا القانون، اجراء بعض التعديلات خلينا نقول عليه؟ لانه برضو يمكن هرجع لسؤال الاول، فكره انه الازمنه بتختلف والقانون كان ممكن يكون متوافق في ذلك الوقت، ولكن دلوقتي بعض التغييرات اللي طرقت حتى على شخصيه المراه يا دكتور. هو بصي حضرتك، القانون وجد لتنظيم العلاقات ما بين البشر وما بين أفراد المجتمع، وإذا لم يكن القانون ملبيا لمتطلبات المجتمع يصبح يعني غير مجدي، وبالتالي بالفعل لابد أن يتطور القانون مع تطور الأوضاع المجتمعية وأن يواكب هذه التغيرات ويلبي تلك الاحتياجات الخاصة بالمجتمع. وفيما بعد، ماذا بعد الحوار الوطني؟ نحن يعني أنا عايزة أقول لك إن أنا مثلا تليت 11 يعني توافق، مجموعة من العناصر التي تم التوافق عليها، وكانت القاعة في حالة من حالات التوافق التام، وأنا ذكرت معظمها مع حضرتك. وسوف يرفع بعد ذلك تقريرا مفصلا بكل ما أثير من نقاط لمجلس الأمناء، وبدوري سوف يسلمه لفخامة رئيس الجمهورية إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر دكتور نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك
المجتمعي بالحوار الوطني. خلونا نعرف برضو تفاصيل أكتر من دكتور حسن سند، ممثل المجلس القومي للمرأة بالحوار الوطني. دكتور حسن، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم. طيب، قضية زي دي في الحقيقة هي قضية في غاية الأهمية، لأن هي بيكون انعكاسها بشكل مباشر على الأم وعلى الطفل، وبرضه عشان الناس تكون فاهمة أنه المجلس القومي للمرأة مش معني فقط بالقضايا المتعلقة بالمرأة، هو الشق المتعلق بالأسرة برضه بيجي على رأس أولوياته يا دكتور، صحيح؟ صح كلامك أستاذ ندى فعلا. هو المجلس القومي للمرأة معني بتماسك الأسرة المصرية. عندنا الدستور المصري بيتحدث عن أن الأسرة المصرية هي نواة المجتمع الأولى، وأن تماسكها وقوة بنيانها يعني بالأساس أن الدولة متماسكة وبنيانها قوي. وبالتالي المجلس القومي للمرأة وكل المجالس وكل المؤسسات التشريعية وكل حتى منظمات المجتمع المدني يجب أن تكون كذلك، لانه احنا وحده واحده ودوله يعني حضارتها يعني عظيمه وضاربه بجذورها في عمق التاريخ، وبالتالي يعني ليس من 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 نعم ربنا العظيمه انه ليس لدينا قبليه ولا عصبيه ولا طائفيه، دوله كانت دوله ولا تزال دوله، فده يعني يمكن يكون احد اسباب الاستقرار الكبير جدا في جمهوريه مصر العربيه. وبالتالي من اسباب الاستقرار ان ما يبقاش في تمييز، لانه احنا عندنا الدستور نص على ذلك، والقيم حتى المثلى للمساواة والفرص المتكافئة والعدالة، دي القيم الثلاثة المثلى التي تحكم أي مجتمع متماسك يريد أن يتقدم للأمام. وبالتالي يعني هذا القانون يعني زي غيره من القوانين عندما شرع لوقته ولزمانه، وكان كويس جدا في وقته، لأنه مثلا على سبيل المثال انه اميه المراه انا اذن كانت تتعدى 85%. يعني السنه 1952 يا استاذه ندى كانت المراه المصريه نسبه الاميه فيها تتجاوز ال 85%، لان حتى الناس كلهم كان عندهم نسبه اميه كبيره، الذكور والاناث. وبالتالي لما تكون المراه عندها نسبه تتجاوز ال 85%، فطبيعي ان المشرع انا اذن يكون من الحكمه انه لا يأنس اليها في انه هو يعطيها هذه الأمانة، اللي هي أمانة أن تكون يعني وصية أو أن تكون ولية أو يعني فكرة الولاية على المال. وبالتالي كان هذا القانون ربما كان يعني مناسبا لزمانه. والقوانين عموما هي ليست يعني للعبادة ولا للقداسة، وإنما لخدمة الناس. فإذا تأخر القانون نحن نقول هذا في كل محفل، حتى في أنا أصلا عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وأدرس هذا الكلام. وبالتالي لما بقول للطلبة أنه من عيوب التشريع أن يكون راكدا، الركود معناه أن يتأخر عن خدمة قضايا المجتمع، لأنه هو القانون وسيلة لاستقرار المجتمع والسلام المجتمعي. وبالتالي كان ملائما لزمانه، وبعد 72 سنة تقريبا. وكمان أقدر أقول لك أنه من أغرب ما يمكن أن حتى المجالس الحزبية دي أنشئت، يمكن تستغرب سيادتك، 1869. يعني احنا دخلنا على ما يجاوز 130-140 سنة. يعني احنا بنتحدث عن قرون يا أستاذة ندى. وبالتالي لا، احنا بنقول دلوقتي انه الدستور المصري نص على المساواة بين المرأة والرجل، وانه بعد صدور هذا القانون سنة 52 مصر اصبحت طرف في الميثاق وطرف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأصبحت طرف في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هاتين المعاهدتين اسمهم ملزمتين لمصر. إيه إلزامهم؟ يعني لا يجوز لمصر أن تشرع ما يخالف هاتين الاتفاقيتين. هذا فضلا عن اتفاقية السيداو اللي هي منع التمييز ضد المرأة، وغير ذلك من المواثيق الدولية المهمة التي أصبحنا طرفا فيها، والمادة 93. بس يعني اسمح لي يا دكتور حسن، القضية دي ما فيهاش تمييز ضد المرأة، هو زي لو رجعنا لأنه الظروف اللي حضرتك اتكلمت فيها وقلناها في الوقت ده كانت بتتطلب أنه يكون في تشريع أو في قانون زي ده. دلوقتي الوقت اختلف، فالمطالبات بتاعت حضراتكم بتاعت الحوار الوطني انه يحصل بعض التعديلات اللي بتتوافق مع الظروف اللي احنا بنعيشها دلوقتي في 2023. وليس فقط في هذا القانون، وانما ايضا في قانون الاحوال المدنيه، لانه الماده 24 مثلا من المرسوم بقانون، يمكن دي كلها قضايا هتناقش، ولكن القضايا المتعلقه بالوصايه هي اللي كانت ما هي دي ماده من مواد الوصايه، لان دي تتعلق بالماده دي نفسها، تتعلق بالنص كده انه رب الاسره هو الزوج على زوجته وابنائه، وبالتالي تعتبر الزوجه وكانما هي موصى عليها مثل الابناء،
فبيترتب على هذا انها ممنوعه مثلا من استخراج اشاره ميلاد طفلها، بطاقه شخصيه لابنها، جواز سفر لابنها، موافقه على اجراء مثلا جراحه عاجله في عدم وجود الزوج مثلا، لا تستطيع ان تتعامل حتى الان في تقديم ملف او اوراق رسميه مع اي جهه رسميه، التعامل مع اي اداره حكوميه رسميه. يمكن دي كلها افكار تم طرحها وهيتم مناقشتها، وكلها افكار موضوعه في عين الاعتبار. انا بشكر حضرتك في الحقيقه جزيل الشكر دكتور حسن سند، ممثل المجلس القومي للمراه بالحوار الوطني. دلوقتي مشاهدينا الكرام جه معادنا مع فقره شيزلونج اللي بنناقش فيها بعض المشكلات والقضايا النفسيه، كمان السلوكيات اللي بتاثر على نفسيه الانسان بشكل خاص، المجتمع بشكل عام. خلال الفتره اللي فاتت كانت القضيه الاهم هي استغلال الحياه الخاصه للاسره في صناعه فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لجني الارباح، واستخدام الاباء والامهات لاطفالهم لتحقيق الثراء والشهره في عالم الفضاء الالكتروني. خلونا نفهم بشكل اكبر عن هذا الموضوع. بينضم لنا دكتور هاشم بحري، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. دكتور اهلا وسهلا بحضرتك في البدايه. اهلا بيك يا استاذه ندى، اهلا وسهلا. طيب اكيد يا دكتور حضرتك متابع القضيه الهامه اللي احنا يمكن بنتكلم فيها دلوقتي المتعلقه باستخدام الاباء والامهات للاطفال في ان هم يعملوا معاهم فيديوهات، من خلالها بتنتشر الفيديوهات دي وبيرجع ليهم ارباح. ده يمكن احنا بنناقش كمان في الحوار الوطني قضيه مهمه جدا ليها علاقه بالتماسك الاسري. بصي يا استاذه ندى، انا سمعت الفقرتين اللي فاتوا ومتهيالي انه هي عباره عن سلسله ماشيه من ايام سيدنا نوح وابنه سام اللي جاء مصر وعمل أول حضارة في مستوى العالم، وبالتالي الوطنية والمناقشتها في المجلس الأول فهي لها علاقة بحضارة مصر القديمة جدا والتماسك الأسري، والوصايا اللي كانت مكتوبة على المعابد بتدل على تماسك الأسرة المصرية وحضارتها والتماسك بين الشعب والجيش والحكومة بتاعتها. ده أول حاجة. الحاجة الثانية وهي الوصاية، فإحنا عندنا الست هي ست البيت، هي مسؤولة عن تنشئة الأجيال كلها، ودايما الستات حتى يقولك أنا مخلفة اتنين وابوهم، يعني الوصاية بالمقلوب، إن الراجل هو اللي وصي على الست، اللي هو مش هو دي الحقيقة على فكرة، ومش محتاجة قانون يعني عشان نعرف إن ست البيت هي المسؤولة عن كل الإنفاق اللي جوه البيت. ولكن في مجتمع ذكوري ضد المرأة فهو بيحط حاجات علشان يسيطر عليها. ده جزء. طب كمان بقى ندخل على السيطرة على الأطفال. احنا عندنا الكلام ده من زمان على فكرة، من أيام فيروز ما كانت بتعمل أفلام مع أنور وجدي وأهلها استغلوها وكانوا بيعملوا لها أفلام وهي صغيرة وبطلوا إنها تروح المدارس. بره في أمريكا في هومالون الممثل كيفن وأبوه اللي سرق منه $50 مليون. فعندنا الحدوتة دي موجودة على مستوى العالم وعلى مستوى القدم في أسر بتستغل أبنائها. بس دي بقت يا دكتور هاشم ظاهرة منتشرة بشكل كبير، يعني حتى الأطفال بقوا هم الشريك، خلينا نقول الرسمي في الفيديوهات دي. ده بيكون انعكاسه إيه عليهم، على الأطفال يعني هنا يا دكتور؟ طبعا هو دلوقتي الطفل شايف أنه بيعمل حاجة لطيفة وبينتشر وبيشتهر فيه على موضوع الفيسبوك وخلافه. هنا بيحصل حاجتين، أول حاجة إن الناس بتعرفه، تاني حاجة إن بيدخل له فلوس. بس مشكلة الشهرة والفلوس هنا خطيرة جدا في الحقيقة. ليه بقى؟ لأنه الأب ممكن يكون الدخل بتاعه مثلا 1000 جنيه، الابن مع الترندز اللي بتحصل هيبقى دخله 20,000 جنيه. يا ترى الاب هيقدر يربي ابنه ولا هيعمل بيه ايه بالظبط؟ والولد هيحس ان هو اللي بيصرف على البيت وان هم بيمدوا له ايديهم كل اول شهر. الدنيا اتلخبطت. يعني هنا الابن الصغير اللي عنده 7-8 سنين زي ما بشوف في الفيسبوك بيبقى هو اللي بيصرف على البيت، بقى هو راجل البيت وليس العكس. وهل دي بتبقى مشكلة ظاهره نفسيه يا دكتور هيشم، ولا هي بس لان طبعا هي ظاهره؟ يعني ايه مرجعها النفسي؟ يعني
الاب او الام لما يقرروا ان هم يدخلوا ابنهم في الدايلاما دي، خلينا نقول هم اطفال صغيرين، البعض منهم ممكن يبقى فاهم والبعض الاخر مش مستوعب حجم المخاطر ممكن اللي بتكون من الموضوع ده، وفكره الموافقه على ان احنا خصوصيتنا كاسره تكون على السوشيال ميديا وكل الناس بتشوف، ويمكن كمان ده في بعض الاسر بتختلق قصص. دي حقيقه. يعني انا فاكر كان معانا في المدرسه واحنا صغيرين احد الطلبه كان بيمثل في تمثيليات وكان في الحقيقه تعامله جوه المدرسه سيء جدا، يعني هو كان حاسس بالعظمه الشديده، ما بقالوش اصحاب، ما بيحبش يتكلم مع حد، بيبص للاطفال بنظره فوقيه جدا، ودي كانت السيئه لان هو ما كانش على علاقه بينا، وحتى الحضور للمدرسه كان قليل جدا وكانت درجاته سيئه وبيسقط. فده برضو حرمه من ميزه ان هو يكون عنده اصدقاء وبيتعلم كويس. هنا الطفل بيحس ببارانويا، يعني عظمه وهي غير مبنيه على حقيقه. هو دلوقتي بقى يشتغل، ما بقاش طالب، بقى بيشتغل موظف زيه زي غيره بس في الجهه الفنيه. طيب ده بيعمل له ايه؟ بيعمل له زي اي فنان في الدنيا. لما بيعمل حاجه بيقلق انه ما يعرفش يعمل زيها بعد كده، وبالتالي بيبقى خايف. الخوف ده بيخليه يعمل هاله حوالين نفسه عشان ما يحسش بالرعب ان هو هيفشل بعد كده. فتلاقيه النهارده نجح في حاجه، بكره خايف منها، بعده خايف اكتر، وبعد كده الخوف ده بيخليه يبقى منفصل عن العالم الواقعي بتاعنا. فهنا الطفل احنا بنشكل بني ادم ما هوش طفل، بنمثل بحاجه جديده خالص عليه انه مش عايش معانا، بيبقى بيدخل في ادوار كمان، خلي بالك انه بيتقمص ادوار صح فيها قلق واكتئاب وحزن وعياط، كل ده بيأثر على حالته النفسيه، بيخليه طفل غير سوي. وبالتالي لما بنشوف، تتبعي كده بقى حضرتك الاطفال اللي بيمثلوا وشوفي بعد كام سنه شكلهم ايه، اختلفوا تماما، بقوا بني ادمين تانيين، واللي تلاقيه دخل في اكتئاب، واللي دخل في قلق، واللي دخل في مصحات، واللي دخل في الادمان. بنشوف اشكال غريبه جدا لاطفال كانوا ناجحين قوي وانتشروا وبعد كده حصل لهم انهيار فظيع لان الاضواء بعدت عنهم. دكتور هاشم، ازاي نقدر نفسيا نتعامل مع الظاهره اللي زي دي؟ ما هو فكره انه يبقى في اطفال بتقوم بادوار او بتمثل ادوار او تكون معرضه لان هي تكون مشهوره، احنا زي ما حضرتك يمكن ذكرت مثال في غايه الاهميه او من اهم الممثلين فيروز، خلينا نقول زمان. نعم. مش مرفوض ان الاطفال تمثل، ولكن استخدامهم على السوشيال ميديا ده، هل الانعكاس النفسي عليهم بيبقى واحد يا دكتور؟ لا طبعا، بيختلف من شخصيه لشخصيه ومن اب لاب وام لام، اذا كان هم بيساعدوا ان الطفل يمارس هوايه الفن، ولكن في نفس الوقت يبقى طفل عادي. يعني ممكن يخلوه يمثل فيلم او اعلان او اي حاجه، لكن يهتم بدراسته، يهتم بالتعليم بتاعه، ويبقى عنده ثقافة وعلم، لكن ما يبقاش اكمنه القرش جري فيبقى هو ليل نهار عمال يطلع على الترندات وسايب المذاكرة وسايب اللعب وسايب حياته كطفل. هنا أنا بدمر الطفولة بتاعته، ودي بتبقى خطيرة لأنه هو مرحلة الطفولة زي ما بقولك الممثل كيفن ده بتاع الهوم ألون لما انتشر جدا قال يا جماعة أنا عايز أعيش طفولتي، أنا محتاج يبقى لي أصحاب، ورجع المدرسة تاني، كان أبوه طلعه من المدرسة، رجع المدرسة وابتدى يدرس تاني، قال أنا نفسي أعيش الطفولة بتاعتي ويبقى ليا أصحاب في المدرسة، أنا اتحرمت من كل ده في حياتي. فهم بيبقوا محتاجين يعيشوا الطفولة دي، فما فيش مانع إن الممثلة تمثل وتتعلم صح، لكن ما ينفعش إنها تمثل بس وتجيب فلوس وخلاص وبعد كده ندمر مستقبلها في حياتها كلها. يعني أنا ياما شفت فنانين صغار لما كبروا حياتهم مدمرة على الآخر، ما عاشوش بعد كده. يعني نقدر نقول انه العامل اللي على الاسره او الاب والام اكبر يا دكتور، يعني اللي بيوصل الاطفال للمراحل دي هم الاب والام. طبعا بيستغلوا اولادهم، ودي حاجه في منتهى الخطوره.
يعني. طب ازاي نقضي على ظاهرة دي يا دكتور هشام؟ انه يبقى في عند الاب والام وعي بان هم يحافظوا على اولادهم. اصل خلي بالك يا مدام ندى انه الطفل بيعتبر ابوه وامه دول ربنا. هم كل حاجه في حياته، بيقولوا له امشي يمين يمشي يمين، امشي شمال يمشي شمال. فالاب والام هم المسؤولين عن تربيه اولادهم. فلازم الاب والام يجي لهم وعي انه حتى الناس المنتجين والمخرجين يعرفوهم ان لازم يبقى في توازن علشان برضو يحافظوا على المنتج اللي عندهم. وانا لما احرق الطفل بسرعه في بس في خليني برضو اقول لحضرتك على حاجه في النقطه دي يا دكتور هشام، انه الفيديوهات اللي بتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ملهاش مخرجين ملهاش منتجين، ده هم الاسره بتقرر ان هي تدخل الناس في حياتها الخاصه، سواء بقى من مقالب بيعملوها في بعض، مقالب بيعملوها في اولادهم، اولادهم بيعملوا فيهم مقالب، سكتشات خلينا نقول من تمثيلهم واخراجهم من افكارهم. لا يعني مفيش مسيطر، هم اللي بيكونوا اصحاب الفكره، هم اللي بيكونوا بداوا المشروع يا دكتور. ما هم اصل هو الحكايه زي ما حضرتك بتقولي كده، هو في عندنا شقين، شق افلام ومسلسلات وشق الاولاد دول وهم وابائهم برضو على فكره، يعني هم بيستنسخوا اجزاء من المسرحيات والافلام والاغاني ويقعدوا يعملوها بحيث تعمل ترندات بالشكل ده. فهم في كل الحالات بيقتبسوا حاجات من الانتاج الموجود في المسلسلات والحاجه. لكن اللي انا بفكر فيه دلوقتي يعني هي فرحتي بان انا ابص تحت رجلي واعمل لي قرشين حلوين وبعد كده اخسر ابني بعد كده واقعد اعالج فيه طول الوقت. صح، ما هو ده اللي بيحصل عندي في الحاجات اللي انا بشوفها نفسيا، ان الناس بتبقى فرحانه ويجيبوا عربيه ومش عارف ايه وبعد كده يصرفوا كل ده في علاج الاكتئاب والقلق والادمان والبلاوي السوداء اللي بنشوفها بعد كده. ويمكن ده سبب مهم جدا وبيجي برضو تحت محور قضيه مهمه جدا بيتم مناقشتها في الحوار الوطني، ان احنا عندنا وعي بقد ايه القضيه دي من اخطر القضايا، فكره التماسك الاسري والوعي وفهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقه بحاجات كتير جدا في حياتنا اليوميه. على كل حال انا بشكر حضرتك دكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا نروح لفصل ونرجع نستكمل حلقة النهاردة. قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم بجولة في عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، بدأها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصفة التي تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ميناء السادس من أكتوبر الجاف، والذي تم تشغيله تجريبياً خلال فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي. قالت وزارة الصحة والسكان إن 2.5 مليون حالة وفاة حول العالم سنوياً يمكن تفاديها إذا تم تقليل استهلاك الملح عالمياً إلى الكمية الموصي بها، وهي أقل من 5 جرامات من الملح يومياً، وتشمل الملح المستخدم في طهي وتتبيل الطعام. تستطلع دار الإفتاء غداً الجمعة عقب صلاة المغرب هلال شهر ذو القعدة لعام 1444 هجرياً بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وسوف يتم إصدار بيان بنتيجة رؤية الهلال. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الجمعة استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، لطيف أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بعد 3 أيام من انطلاقه اختتم مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات اختتم أعماله بعدما ناقش عدة جوانب وموضوعات تختص بهذا المجال الحيوي. إدارة المناقشات على أرض مصر من خلال المؤتمر في دورته الأولى، تبادل الأفكار والحلول بيننا وبين بعض، أعتقد ده خطوة كويسة جدا للأمام، وخصوصا مع التحول الرقمي ورؤية 2030.
الحقيقة الأمن السيبراني هو تهديد يعني كبير سواء على الأفراد أو على المؤسسات أو على الدول حقيقة. وهون طبعا موضوع حماية الأطفال على الإنترنت وهو موضوع كتير مهم، بيبدأ من التوعية، توفر المواد لتوعيتهم وتدريبهم وتوعية كل المتعاملين مع الأطفال بخطر الأخطار الموجودة على الإنترنت. الصمود في مواجهة الهجمات السيبرانية والتعامل مع الأمن السيبراني والحوكمة وحالة التهديدات السيبرانية المتطورة في إفريقيا والعالم، كانت هذه هي أبرز الموضوعات على أجندة المؤتمر في نسخته الأولى، والذي يقام تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية. القطاع ده تقريبا على مستوى العالم هيبقى فيه في 2023 حوالي 3.5 مليون وظيفة شاغرة محتاجة تتملي في مجال أمن المعلومات. فالشباب دايما بتسأل هو نبدأ منين، فاحنا بنعرفهم ايه القطاعات اللي ممكن يشتغل فيها. المجال أمن المعلومات مجال كبير، فهل هو يقدر يبدأ ازاي في الجانب الهجومي، يقدر ازاي يبدأ في الجانب الدفاعي، فده مهم جدا بصراحة لبناء كوادر المستقبل ان شاء الله. أهمية المؤتمر ان هو بيزود التوعية الرقمية عند المواطنين، ان يكون عارف أهمية المعلومات اللي هو بيستخدمها، ورؤية الدولة للتحول الرقمي في الآخر هينتهي بنا المطاف إن الإنسان يكون عنده كمية، عبارة عن كمية معلومات، وكمية المعلومات دي لازم يكون ليها تأمين. طلبة دول احنا بنعتبرهم هم الرواد اللي جايين او هم الكوادر اللي جاي للوطن عندنا يعني، فبنبدأ ان احنا نقعد معاهم ونبدأ جايبين ناس من التكنيكال تيم عندنا او من الفريق التقني، ان هم يبدأوا يشرحوا لهم هم ازاي يبدأوا في المجال بتاعهم وازاي يتحركوا فيه، ازاي يعلوا الخبرات بتاعتهم. ويأتي انعقاد المؤتمر كفرصة سانحة للاستماع لموضوعات المناقشة والتفاعل مع المتحدثين ومتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات والقرارات الصادرة عنه، والتي يتعلق أغلبها بمستقبل الأمن السيبراني. من مصر، طارق أحمد. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. من ساعات قليلة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض. البنك المركزي أشار إلى أن التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي استقرت، كمان تراجعت حدة تقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. على كل حال خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا يا فندم. قرار زي ده لما يخرج النهاردة، إيه الدلالات وأهمية القرار ده يا دكتور؟ خلينا نشيل عدة أمور. الأمر الأول إنه البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية من بين أهدافها هو استقرار الأسعار، استقرار السياسة. هو بيستهدف معدل التضخم، ويمكن الاجتماع الأخير هي كان معدل الرفع كان كبير للغاية، لأن حدث عن الاجتماع اللي حدث منذ ساعات معدودة، كان حدث عن الاجتماع السابق اللي هي منذ 6 أسابيع، الحقيقة كان الرفع 2%، والحقيقة وصلنا بمعدلات الفايدة لأنها تتمكن بالفعل من استهداف معدل التضخم. خلينا نشير إلى أنه تقريبا خلال العامين الماضيين كانت السياسة العامة أو الاتجاه العام لأسعار الفايدة هو مزيد من الرفع أو الرفع المتتالي. وصلنا لمرحلة من الرفع اللي هي كانت مرتفعة، وأتصور أنه المعدل الحالي هو بالفعل يستطيع أن يتحكم أو يحجم من معدلات التضخم، وبالتالي أتصور أنه سياسة الإبقاء على سعر الفايدة اللي بدأت في اجتماع اليوم، وأتصور أنها سوف تستمر معنا لعدة اجتماعات لفترة زمنية ما بين 6 أشهر وعام، أتصور أنه سياسة الإبقاء سوف تستمر. ثم فيما بعد هذه المرحلة يمكن أن يكون الاتجاه العام هو مزيد من التخفيض لتشجيع الاستثمار ولتحفيز معدلات النمو، لكن هو من بين السياسات الهامة اللي الحقيقة بيستهدفها البنك المركزي أنه يكون في اتجاه عام، علشان ده الحقيقة بيساعد المستثمرين، بيساعد مجتمع الأعمال ويقدر أن احنا في بيئة مستقرة. خلينا نقول صحيح. طيب دكتور، ان احنا اللي فهمته من كلام حضرتك ان احنا عشان نتخذ او نتبع سياسة الابقاء، ده معناه ان احنا في بيئة مستقرة، ده احنا بنواجه بيئة تضخم بشكل او باخر. عشان نعرف نبقي على الارقام دي لفترة زمنية طويلة،
ده بيكون معتمد او بيكون مسنود على بعض الاليات في الخلفيه يا دكتور؟ بالتاكيد. خلينا نشير انه ليس في الافق القريب تغيير الاتجاه العام للتخفيض، لكن هو سياسه البقاء هتستمر تستمر معنا لحين ان يطمئن لجنه اعضاء لجنه السياسه الناديه انه الامور الاقتصاديه قد استقرت ومعدل التضخم في اتجاهه لمزيد من الانخفاض. وبالتالي هيظل السياسه هو يا الابقاء يا الميل للرفع اذا ما تغيرت في الامور او في المشهد الاقتصادي بعض الامور. طب وشكل التغيير ده يا دكتور هشام بيبقى عامل ازاي؟ يعني مرهون يعني بتحركات عالميه، مرهون باسعار امور. رقم واحد داخليا معدل التضخم، ورقم اثنين عفوا الضغوط اللي موجوده على سعر الصرف، ورقم ثلاثه اتجاهات اسعار الفائده على المستوى الدولي. يعني عنا على ما يحدث من الفائده الامريكي، عندنا ما يحدث في البنوك المركزية على مستوى العالم، عندنا على ما يحدث في سوق الصرف عشان الإبقاء أو مزيد من التخفيض لسعر الفايدة بيحدث مزيد من الضغوط على سعر الصرف ومزيد من الدفع لسعر الفايدة الحقيقة من شأنه أنه يحجم المضاربات على سعر الصرف. وبالتالي هي دي عدة أمور بينظر إليها أعضاء لجنة السياسة النقدية إنما يتخذوا قرار فيما يتعلق بأسعار الفايدة. طيب لو احنا الموضوع مرهون ب او مرهون بشكل او باخر بحاجات احنا لازم نحط عيننا عليها خارجيه، وداخليا زي ما فهمت من كلام حضرتك مرهون بالتضخم، طب احنا ازاي نقدر نبقي او نتجه يا دكتور هشام من وجهه نظر حضرتك لان احنا نروح لانخفاض في اسعار الفايده؟ لما تستقر الاوضاع الاقتصاديه، بمعنى انه معدل النمو الاقتصادي يكون جيد، بمعنى انه معدل التضخم يكون في الحدود المستهدفه من قبل البنك المركزي، بمعنى انه يكون سعر سوق الصرف مستقر وفي عنصر الاتاحه للنقد الاجنبي، حينما تتجه سياسات البنوك المركزي على المستوى العالمي لمزيد من الابقاء او التخفيض، هنا يمكن ان نغير الاتجاه العام، لكن اما وانه ما زال البنوك المركزيه بتتخذ سياسه تضخم على المستوى الدولي فبالتاكيد ده بيزيد من القوه لعملته. بالتالي نحن في اطار تنافسي فيما يتعلق بالعملات المختلفه. طالما انه البنوك المركزيه على مستوى العالم بما فيها الفائدة الامريكي بيرفع فبيحدث مزيد من الضغوط، لانه سعر الفائده لما بيرتفع على الدولار المسافه بتتعدى ما بين سعر الفائده على الدولار وسعر الفائده على الجنيه. فده قد يغري البعض للحصول او اكتناز النقد الاجنبي، لكن عندما تتسع الفجوه فيما بين سعر الفائده على الجنيه وسعر الفائده على الدولار ده بيجعل من حائز الدولار او العمله الاجنبيه انه يتخلص منها، لانه بالتاكيد استمرار ابقائه على ذات العمله الاجنبيه بيفقدوا جزء هام في سعر الفائده. انا بشكر حضرتك دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا يا دكتور. البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض. وأشار البنك المركزي إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عوامل من بينها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف البنك المركزي أن التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي استقرت، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وأوضح البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي تباطأ في إبريل الماضي لأول مرة منذ يونيو من عام 2022، إلى جانب تراجع معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021. من مصر محمد الجباس. النهاردة شركة مصر للطيران الناقل الوطني غيرت مسار إحدى الرحلات المتجهة من القاهرة إلى واشنطن
بهدف إنقاذ حياة إحدى الراكبات في الوقت اللي كانت رحلة أمآس 981 متجهة من القاهرة إلى واشنطن تسير بشكل عادي. تعرضت راكبة تدعى هبة لأزمة صحية مفاجئة على متن الطائرة وهي بصحبة أولادها الثلاثة. قرر قائد الطائرة الطيار محمد غريب تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في إحدى مطارات مدينة ميلانو الإيطالية لإنقاذ حياة الراكبة. على الفور قام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية للراكبة في الوقت اللي تصادف فيه وجود الدكتور محمد بدر الدين والدكتورة باتريشيا أداوبي على متن الطائرة واللي قاموا بمتابعة الحالة الصحية للراكبة حتى هبطت الطائرة في ميلانو وتم إنزالها بأمان لتلقي العلاج، ثم أقلعت الطائرة من المطار لاستئناف رحلتها إلى واشنطن. النهاردة كمان اليوم العالمي للمتاحف اللي بيكون فرصة نتعرف فيها على المتاحف ونزيد من الوعي بدورها في التنمية الثقافية للمجتمع. بالمناسبة دي تم السماح بالدخول المجاني لما يقرب من 20 متحف لجميع المصريين. ده بيجي في الوقت اللي بنشوف فيه اهتمام كبير بتطوير المتاحف القديمة. كمان بعد وقت قصير إن شاء الله هيتم افتتاح المتحف المصري الكبير اللي هيكون حدث عالمي يلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة. يعد اليوم العالمي للمتاحف حدثاً دولياً يقام سنوياً في 18 من مايو بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف ليسلط الحدث الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعاً أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي. فأنشأ المجلس الدولي للمتاحف اليوم العالمي للمتاحف في عام 1977 وتختار المنظمة موضوعاً مختلفاً لهذا اليوم كل عام وتشمل بعض الموضوعات العولمة والشعوب الأصلية وسد الفجوات الثقافية والاهتمام بالبيئة. فأصبح اليوم العالمي للمتاحف أكثر شعبية بشكل متزايد منذ انطلاقه مع مشاركة 20,000 متحف في أكثر من 90 دولة في يوم المتحف العالمي لعام 2009. وفي عام 2012 قفز عدد المتاحف المشاركة إلى 30,000 في 129 دولة. وفي ذلك اليوم تكون أعداد زوار المتاحف أكبر في جميع أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى بسبب الزيارات الإلكترونية وأكثر من ذلك. فيوجد الآن عدد أكبر من الأشخاص الذين يدرسون التاريخ على مستوى الشهادات أكثر من أي وقت. كما يوفر اليوم العالمي للمتاحف أيضاً الفرصة لأمناء المتاحف لمقابلة الجمهور وتنبيههم إلى التحديات التي تواجهها المتاحف وزيادة الوعي العام بالدور الذي تلعبه المتاحف في تنمية المجتمع، كما أنه يشجع الحوار بين المتخصصين في المتاحف. وتحدد لجنة استشارية من مجلس المتاحف العالمي موضوعاً معين لهذه المناسبة. تحتفل المتاحف المصرية باليوم العالمي للمتاحف أيضاً من خلال مجموعة من المعارض الثرية والمحاضرات المختلفة والزيارات المختلفة للمتاحف المصرية. من مصر ياسمين جبريل. خلصت حلقة النهاردة، أشوف حضراتكم يوم السبت إن شاء الله على خير. هذه تحياتي، إلى اللقاء.